حضرتك دكتور إيهاب، حضرتك يعني من ستوب شير كرنل شير. تمام. ومعلش يا تمام جماعة، كده. دكتور وائل يوسف عنده مشكلة تقنية كده بنحاول نحلها وإن شاء الله يعني مظبط اهو الكمبيوتر وقاعد كله اتظبط. لا احنا عملنا تيست لكل الدكاترة بس الحمد دكتور لله. وائل في تمام مشكلة في المايك. تمام دكتور كامل محادين منورنا يا فندم. تحياتي لكم جميعا، اهلا وسهلا ويعطيكم العافيه. اهلا وسهلا، منور ابداع الدنيا وتالق كالعاده من مصر. اهلا بيك. منور الدنيا يا حضرتك، داي حضرتك، ربنا يديك الصحه والعافيه. العفو يا سيدي، العفو، الجميع في مدرسه واحده. ربنا الله يحماكم، ربنا الله يحماكم ويحمى العالم العربي ويحمى مصر الامه العربيه. خلاص احنا نتمنى حضرتك تنورنا بكلمه بقى في نهاية الإيفنت إن شاء الله، يعني إن شاء الله احنا جاهزين اي شيء. ربنا يديك الصحة والعافية. وش يو جود لك. تحياتي للجميع، حماكم الله. ثانكس ثانكس، ربنا يديك الصحة والعافية. شباب احنا هنبدأ بعد دقيقة، بس هنشوف دكتور وائل يوسف وهنبدأ بعد دقيقة للحضور. يعني تمام. الفريق اكسبيرال ما دكتور وائل يوسف يدخل، يعني اوكي. متى احنا جاهزين؟ وترتيب المحاضرات هيبقى ازاي يعني؟ هو دكتور وائل يوسف، دكتور ماجد اهلا وسهلا. يا دكتور، هو دكتور طيب وائل هو اللي هيتولى بقى ان شاء الله. جميل، عشان انت عارف المحاضرة عندي هتبقى طويلة شوية، لان انا بتكلم على، انا هحاول طبعا انا اختصر فيها يعني ان ان شاء شاء الله. الله ان شاء الله. بس تمام كده يا جماعه، فريق بيم اريبيا تم دلوقتي ان احنا لايف، عشان اثناء الايفنت بيبقى فلما بتخلص الغرفه بنحول الناس على اللينك اللي هو اللايف على صفحه بيم اريبيا وصفحه ارك سبيس. تمام، احنا بس منتظرين نحل المشكله التقنيه لدكتور وائل يوسف، نتمنى انها تتحل بسرعه. اتابع مع دكتور يوسف، دكتور وائل يوسف، واحنا هنبدا وانا هبدا الايفنت لغايه ما دكتور وائل يدخل ان شاء الله. يشرفنا ويسعدنا ان احنا نبدا الايفنت اليوم
في حضور أساتذة أجلاء وأفاضل عرفتكم يعني على بالترتيب الحضور والكلمات الدكتور ماجد أبو العلا الاستشاري المعماري ومؤسس مكتب ديزاين، الدكتور المهندس يزن محادين المدير التنفيذي لمجموعة كامل محادين، دكتور إيهاب فودة والمعماري والمدرس، مش عايز أقول الحاجات كتير هنقولها في المقدمة. يسعدنا كأرك سبيس في استضافة الندوة ديت بالتعاون مع مجموعة وتحت عنوان النهاردة Landscape Arctic Design and Sustainable Development أو المناظر الطبيعية والتصميمات المستدامة بتسموها، لاختلاف الترجمات كل واحد يترجمها زي ما هو عايز، ولكن أفضل ترجمة هتكون موجودة هتكون المشروعات اللي أسدها ويسعدونا بخبراتهم وعلمهم ويعني وحتى لا أطيل عليكم هنبدأ بالمتحدث ماجد أبو العلا المدرس والمحاضر بكلية الهندسة جامعة الفيوم والاستشاري المعماري ومؤسس مكتب إيديو سباين ديزاين ستوديو كلية الهندسة جامعة القاهرة سنة 98، سجل كاستشاري معماري تخصص الأبنية التعليمية في مصر عام 2015، عمل بعدة مكاتب استشارية، أستاذ دكتور عبد الحليم إبراهيم وأستاذ دكتور نائلة طولان. دكتور أحمد حضرتك سامعني؟ اتفضل يا دكتور اتفضل. حضرتك تاني خالص عشان بس احل المشكله. تنور حضرتك بقى تولى البدايه، اتفضل حضرتك دكتور ماجد. تمام احنا اولا انا كنت الباك اب يا دكتور احمد، اسمحوا لي اقدم بقى استاذنا دكتور وائل يوسف استاذ العماره والتخطيط ورئيس قسم التخطيط الاسبق بجامعه الازهر حاليا بجامعة الطائف بالمملكة العربية السعودية، وهو أستاذ وخبير في جودة التعليم وفي التصميم وفي حاجات كتير، وهو المضيف لنا النهاردة. ربنا يبارك فيك يا دكتور أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بنتشرف بوجودنا محضراتكم سلسلة الندوات اللي بتنظمها BIM أرابيا بالتعاون مع أرك سبيس في ندوة تفاعلية بعنوان Landscape and Sustainable Design in Projects. بنتشرف اليوم أن معانا ثلاثة من الزملاء الأعزاء، الدكتور ماجد أبو العلا والمهندس يزن محادين والدكتور إيهاب فودة. يعني بحد أقصى نصف ساعة طبعاً يعني خبراتهم عديدة وحنذكرها تدريجياً واحدة واحدة مع ثم هنتلقى الأسئلة في النصف ساعة الأخيرة، لأن احنا يعني الحجز بتاعنا لمدة ساعتين فقط ينتهي بالضبط الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة، فبنستأذن الإخوة المشاركين هو يكتب أي سؤال يكتبه لنا على الإنبوكس يعني، وحنوضح السؤال ده لمين من الزملاء الأعزاء، وفي النصف ساعة الأخيرة ونستزيد من أساتذتنا الأفاضل. هنبدأ بالدكتور ماجد أبو العلا، وهو يعني صديق العزيز وتشرفت بزملته في تدريس، من الناس الجميلة جدا خلقا وعلما بارك الله فيه، هو عضو هيئة التدريس في قسم العمارة جامعة الفيوم، استشاري معماري، عنده طبعا مؤسس مكتب إيديو سباين ديزاين ستوديو، تخرج عام 98 من جامعة القاهرة، مكاتب استشارية شهيرة، وشارك في أكثر من 40 مسابقة معمارية دولية ومحلية، وحاصل على جائزة مجلس وزراء الإسكان العرب للمعمار عام 2014. موضوع المحاضرة اليوم اللي هيبدأ بيه الدكتور ماجد أبو العلا بخصوص Life Events and Design Patterns، ذاتية وأنماط التصميم، وهيستعرض لنا مسابقتين هامتين جدا لتصميم أندية المهندسين في مصر. المسابقة الأولى لتصميم نادي المفيه سيادته على الجائزة الأولى،
والمشروع الثاني المسابقة المعمارية لتصميم نادي المهندسين بالفيوم، وحاصل سيادته فيه على الجائزة التشجيعية. أخونا العزيز الدكتور ماجد يتفضل. مشكورا وإحنا مع حضرتك. أهلا بحضراتكم جميعا، وبنشكر حضرتك دكتور وائل على المقدمة الارك سبيس، والدكتور احمد للدعوه، وبرحب طبعا بزملاء الدكتور ايهاب، احنا يعني على صداقه، والدكتور يزن يعني احنا تعارف جديد وجميل وكل الحضور. انا هحاول يعني ان شاء الله في النص ساعه نعرض المسابقتين، وهنقف عند بعض الوقفات الهامه، وفي فيديو ان شاء الله في النص هيتعرض ما بين الدكتور احمد هارون، هنبدا ان ايه احنا نشيره سريعا عشان ما نطولش على حضراتكم. نبدا بالعنوان اللي اخترناه لايف ايفنتس اند ديزاين باترنز. الحقيقه الموضوع ده احنا عند تصميم الانديه احنا بنتكلم على سبيسز. السبيسز دي لازم نراعي فيها كل اليوزرز اللي هيكونوا متواجدين معانا. اليوزرز عموما بنبدا نتعرض ان انا عندي احداث كتير بتمر علينا. الاحداث دي انا كمعماري لما اجي هبدا اشتغل تصميم معماري لاي من اليوزرز، من اول اليوزرز اللي بنتعامل معاهم كبار السن. لو انا بروح نادي مثلا انا حطيتهم في الاول، عندي مجموعه من اليوزر لازم اراعيهم. بنبدا نشوف لسه هنحتاج سبيسز لكبار السن مفتوحه ومغلقه، محتاج تراس يقعدوا فيه، محتاج حديقه ممكن تكون مخصصه، ومنهم اللي بيحب يتداخل مع بقيه النادي او بشكل ايه نتكلم عن حاجه مهمه. كل مجموعه من اليوزرز ليهم متطلبات، النادي بيجمع من متطلبات عمريه لاعمار مختلفه كتير، محتاجين ان احنا نحققها. فكان اول عندنا حاجه اللي هو كبار السن. الاطفال تاني يوزر بالنسبه لنا مهم، انا محتاجه منطقه اطفال تكون مهمه، لان انا عندي ارتباطهم سواء في اعمار صغيرة بالأسرة والأهل، أو أعمار متوسطة، أو بعد كده إن هم ليهم متطلبات. طيب متطلب تاني في الأندية مهم موجود بالنسبة لنا قاعات الأفراح وحفلات الزفاف، من الحاجات الأساسية اللي موجودة الأفراح والزفاف. فلما باجي هصمم مكان هلازم أراعي، لأن في أحد الحاجات الأساسية مثلا زفة العروس في الدخول للنادي، فدي مهمة. لو حصل إن أنا عندي مش واضح ما بين اليوزرز وما بين أعضاء النادي هيحصل إيه مشكلة. أنا بستأذن بس الشير سكرين ما كانش شغال، أو كان شغال، كانت الصور اللي فاتت كانت معروضة. طيب يعني أنا سريعا احنا عرضنا السلايدز دي بالنسبة لكبار السن، والسلايد للأطفال، والسلايد لزفة العروس. الخصوصية لبعض السيدات موجودة برضو، قاعات السيدات في النص. ده بيدينا الحاجة مهمة اللي أنا هشتغل على النادي، إن أنا محتاج مجموعة هقول المحاور الأساسية اللي هشتغل عليها. محتاج مسارات التنزه، لأن النادي حاجة شيء، مناطق جلوس للمجموعات، مناطق لكبار السن للأطفال، قاعات الأفراح، ومن الحاجات الأساسية اللي موجودة. طيب ده يخليني نقسم الأنشطة، سواء اللعب او المرح او الاحتفال او الراحه او الاجتماع، بلس الاهداف الرياضيه بمكوناته. احنا بنخاطب ثلاث حاجات. عقوح، لما باجي بترجم العناصر الوظيفيه دي ان انا عايز اشوف كل المرجعيات للاشخاص اللي هيستخدموا النادي، ان انا عندي العقل، في ناس رايح يقعد في مكان هادي للالتقاء، ندوه، مكتبه. البدن، مسار التنزه مهم، منطقة حمام السباحة، منطقة الملعب. روح النادي مثلا لصلاة الجمعة، هو بيعتبر ان ده حاجة حدث اساسي، وبالتالي انا لازم اشوف الاحداث لليوزرز اللي موجودين. عشان ما نطلش نبدأ بمسابقة نادي نقابة المهندسين بالبحيرة، وكان العنوان حتى احنا سميناه ملتقى العيلة، اللي هو الحاجة الاساسية. نبدأ النادي في مدخل مدينة دمنهور، في مكان يمكن يكون غريب شوية، إن هو منزل كوبري، في بعض الاشتراطات والضوابط، لكن الأرض دي خصصت للنادي، وهي أرض حوالي قدان، وبعدين تم إضافة لها
جزء آخر. هو مدخل مدينة قريب جدا من الكتلة السكنية، لكنه وسط مكان قائم، يعني أول ما الناس يجوا على أساس المسابقة الثانية اللي هعرضها مكان مدينة جديدة. طيب المكان على قرب من طريق مدخل. الحاجة المهمة إن الأرض ليها مدخل ما هواش بالحجم المطلوب. طيب فرض علينا مجموعة من الإيه من المحددات، الأرض ده صورة علوية من الكوبري فيها مجموعة من الأشجار القائمة، المساحة يمكن فدانه شوية. بنتكلم على إن هو لازم نعمل مبنى وأرض ونادي ملتقى العيلة للجميع أساسية. إن إحنا عايزين مساحة دخول لصعوبة الأرض، محتاجين مبنى رئيسي يفصل ويعمل حجز للكوبري عشان يعمل برايفسي لكل النادي، ونحاول قائمة. يمكن لو بصينا البداية مدخل النادي، المدخل اللي احنا بنعتبره على الجنب اللي هو الضيق، لازم في عندي منطقة دروب اوف كبيرة عشان ابدأ اتغلب على الطريق، وبقى معايا مدخل جزء منه للخدمة وجزء منه هنشوف بعد كده اول حاجة بتدخلني على سلم لزفة العروس، يعني دي الحاجة الاساسية. طيب تشكيل النادي بيدي كتلة في جنب بتديني حماية وبرايفسي لباقي النادي. الأشجار القائمة ابتدت تحدد أماكنها على طول يستجيب ليها، لأن كان في منها أشجار كبيرة أشجار قديمة، فمحتاج إن أنا أحافظ عليها ويبدأ التصميم يستجيب لها. طيب المكون هو الكتلة الفاصلة اللي بتحمي وتدي المبنى برايفسي، وورا منه هيبقى الخدمات، والجزء الأمامي اللي هو هيبقى الشمالي هو اللي بيتفاعل مع النادي وفي الفيو. الحاجة الأساسية مجالات البصرية، لو أنا ما أجي أدخل لازم أراعي إن أنا ألقط بعيني أهم الإيه الفراغات الأساسية اللي موجودة. اتخذ قرار أنا عندي اتجاه الشمال، مال القاعات تاخد الشمال. من الحاجات المهمة الأساسية عندنا الملعب، الملعب بمقاساته الرسمية وتوجيهه شمالي أو شمالي غربي أصبح عنصر رئيسي. الحاجة اللي بحب أو يعني مش بحب، إحنا دايما في العمل مع المشروعات الفراغات او السبيسز او القاعات الاساسيه الكبيره لازم تاخد مكانها الاول. طيب مسار الحركه او التنزه، دي من الحاجات الاساسيه اللي لازم نبص عليها، لازم في عندي مسار للتنزه يكون بشكل لوب بحيث الناس تقدر تتمشى وتمر على المناطق العديده. طيب من الحاجات المهمه لما نبص على، يعني يمكن هتعرض لل بعض البلانز بسبب حاجة تانية في البلان دلوقتي. أنا محتاج أو في مش هنسميه بلان، الفراغات الترفيهية اللي احنا بنشوفها، احنا محتاجين نشوف يعني لو بصينا كده في ساحة استقبال، لازم يكون عندي ساحة استقبال لأن دي الحاجة الناس بتحب تروح النادي تحس ان في جزء من الاستقبال. في ساحة للعائلات دي مهمة اللي بتحقق نوع من الايه من الأفكار اللي بنقولها، ان في ارتباط ما بين الأطفال والعائلة، وبالتالي اصبح ان المنطقتين دول محتاجين يكونوا جنب بعض من الاستخدام. الديزاين باترنز اللي بنبدا نتكلم عليها اننا بيديني جايد لاينز واركتكتشر جايد لاينز، الاثنين هيكملوا بعض واحنا شغالين في المشروعات. الارض هنا صغيره عليها جايد لاينز، لما نشوف على الارض الكبيره في المشروع الثاني هنلاقيها تقريبا محتفظين بيها. حمام السباحه، لان الاطفال لما يروح حمام السباحه في منه يعني هيحب يروح يلعب في ملعب الاطفال ويعود مره اخرى لمنطقه حمام السباحه. أصبحت المناطق بتتكون نتيجة للتفاعلات والأنشطة. الجزء الشباب اللي هو الجزء السفلي في اللوحة مرتبط بجزء الرياضي ملعب الخماسي ومدرجات المشاهدين، وتحت في زي فود كورنا وقريب منهم الجيم في جزء في منطقة البدروم، يبقى دي منطقة الشباب متكاملة. احنا بنحاول نقلل ايه المسارات. منطقة حمام السباحة لازم يكون محاطة بحيث انها تدي ايه التشكيل اللي احنا بنقوله. التراسات محتاجة تكون كلها شمالية، ومحتاج انها تبص على الفيو للنادي. طب منظر التراس مثلا انا ببص عليه من فوق، كل ما هنزود التراسات في برايفسي لكبار السن، للسيدات، للاطفال، للشباب. طب بالمهم احنا القاعات الاساسية للافراح، القاعة حجمها مسطحة محتاج مساحة أكبر من الباقي، فبالتالي كان في قرار إنها
تبقى في الدور الأول وجود السلالم ومراعاة السلم الجداري الرئيسي والفاير سكيبس وكل ما له علاقة بالهروب، بحيث أن يديني فراغات أقل وأقل تنوع في الفراغات يساعدني أن أنا أرتبط بالنادي نفسه، لأن القاعة مش مرتبطة باللاندسكيب. ممكن يبقى ليها امتداد خارجي في بعض الأحوال، في قاعة صغرى تحت لكن القاعة الكبرى تكون فوق مع التراسات. في شيء مهم أن أنا بيديني أن أنا يبقى عندي في صورة بصرية للإيه؟ للأفراد وإحساسهم بالنادي مختلف، أن أنا أقدر أميز أنا هروح النادي عند منطقة البرج، هروح عند منطقة العاب. طيب استاذن دكتور احمد لو نقدر نعرض الفيديو اللي كان موجود للنادي الثاني، هنبدا بالفيديو الاول بعدين نحلل النادي. اعمل ستوب شير. دكتور احمد هارون سامعني؟ هو الصورة شغالة دكتور ماجد لكن ما فيش صوت. الصوت لو دكتور أحمد يراجعه. دكتور أحمد هارون لو حضرتك شغل بس من عندك بعد إذنك نراجع الصوت. طيب دكتور ماجد حضرتك تقدر لو في مشكله في الصوت حضرتك تقدر تشرح لنا طبعا يعني اثناء الفيديو. ممكن خلاص يعني ممكن احنا شرح كده الصوت انا سامعه. الصوت اشتغل تمام. تمام بس ضعيف شويه الصوت يا دكتور احمد. انا افضل زي ما تقول حضرتك انه تاخدوا الايمج الاول وبعدين نشرح الايه ان ده هو الفيديو. تمام
تفضل يا دكتور مالك. تمام. تفضل يا دكتور مالك. طيب احنا حابين نعرف بس الاول صوره عامه بعدين نبدا نتكلم. هنا النادي هنا حوالي 5 فدان مختلف عن النادي اللي هناك، لكن الجايد لاينز اللي اتكلمنا عليها هناك موجوده هنا مع فرق المساحه. النادي كنا مسمينه واحه الحياه، بنتكلم مشروع في الفيوم باعتبار انها واحه عندنا مجموعه يعني بس الشكل ده. يمكن هعرض يعني كذا صوره، يمكن الفيوم سنه 24 الصور دي من مكتبه لينارد لاندروك، هي وكان عندهم يعني تسجيلات لاماكن كثيره في مصر. من الاساسيه لمدينه الفيوم سنه 24 اللي هو الشجر، النخل، الانهار او يعني البحيرات او الترع يعني بلس بحيره قارون، لكن الاساسي فيها. فاحنا كنا بنحاول ننقل نفس الايمج مره اخرى، لان انا دايما عندي في الذاكره هيكون موجود الاحداث اللي مرت بمجموعات الاشخاص وخصوصا الكبار او اللي ما حضروش ده، بس بعد كده لقوا الايمج موجوده مره اخرى في النادي، فهو منطقه للراحه يعني بنعتبر النادي. هنا الموقع مختلف، هنا الموقع في مدينه الفيوم منطقه صحراء، ما عنديش نفس المحددات بنفس القوه، لكن هيبان بعض الحاجات. بصينا في الارض، الارض دلوقتي في من الجوجل ايرث في الاول قبل الزياره، لان زياره الموقع او الكونتكست من الحاجات اللي بتدينا بعض الابعاد. موجود في الارض يمكن لو حضراتكم تلاحظوه، يعني كان في شك كده ان ده فرق منسوب. مع زياره الموقع فعلا في فرق منسوب حوالي 2 متر، صح ان انا محتاج احدد فرق المنسوب، بدات من الاول فرق المنسوب يعتبر ده محدد. يبقى احنا محتاجين نشتغل عليه، لان ده هيدينا في التوزيع بعض الف في التعامل مع الارض هيخلينا فرق المناسيب ده فرق 2 متر فرق، يعني ممكن نستفاد منه بعض الاحوال. وده اصلا الارض كلها فرق عن الطريق حوالي 5. احنا بنتكلم واحه، وقلنا بقى في البدايه انا عندي قلب اخضر لازم القلب ده يكون موجود. بالتشكيل كده لما حطينا القلب اصبح عندي محتاجين المناطق الاساسيه ونعرف نوصل منه، بلس كان في الاونر عنده احد المحددات ان منطقه قاعات الافراح محتاجين نفصلها لان احتمال ادارتها تكون منفصله. هي قرار مهم لان ده حاجه اساسيه ونعتمد عليه. السكتش الاولاني اللي بدا يتحط ان احنا نحط سكتش الاول المسارات، القلب يكون موجود مع مراعاه قاعات الافراح المنفصله ودخولها اللي فيه يعني زفه العروس، الحاجه الاساسيه اللي بيعتبرها المجتمع حاجات من الحاجات اللي رصد. قلب لازم يكون قلب واضح اخضر يرجعنا الاحساس اللي احنا بنتكلم عليه في البدايه. منطقه حمامات السباحه لازم تكون منطقه منفصله ليها البرايفسي الخاص بيها والكبار، عند الاطفال عندي زي اكوا بارك صغيره طبعا على حسب السكيل المطلوب. لما نبدا نوزع الزونز محتاج حاجه كمان للمداخل، لو عندي قاعه نفس الكونسبت طلعناها في الدور اللي فوق بحيث تاخد الهدوء ليها. وبدأنا نوزع، كان فينا موتل صغير عدد 20 غرفة، كان لازم يكون لي مدخل من الخارج أفضح إن بنشوف من الحاجات. احنا بنشغلين تصميم، أنا عندي بحط مجموعة من الكونسبت بتعامل مع الكونتكست، بحط الجايد لاينز بتاعتي الأربان جايد لاينز أو الأركتكشر جايد لاينز، وبراعي الإيفنتس والأشخاص الموجودة، لكن الفانكشنز ستيل هتبقى يعني محدد أساسي، يعني ما ينفعش إن أنا أشتغل مشروع وأتغاضى عن الفانكشن. فندق موجود من الحاجات الاساسيه، طيب الفندق محتاجين يكون قريب من مطبخ واحد، محتاجين الفراغات تمتد وتاخد الشمال وتاخد الفيو. منطقه الاطفال نفس اللي تاخد البرايفسي المطلوبه. الخطوط الاساسيه يعني الجايد لاينز بتاعتي عندي خط الكونتور الرئيسي عند القلب الاخضر، وعندي اتجاه الشمال للملاعب لان مساحتها كبيره فلازم تاخد اماكنها الاول، يعني دايما ومساحتها ومتطلباتها مهمة أو كبيرة لازم تاخد أماكنها الأول. اتجاه الرياح الشمال أنا دي حاجة مهمة، عندي الفراغات محتاجة المطعم تاخد الشمال، تراسات تاخد شمال، وفي نفس الوقت في حاجات تبقى جنوبي وياريت تبقى شمالي وجنوبي، الهواء يتحرك يبقى أفضل. في ناس تفضل الجلوس في المنطقة المشمسة، حديقة لها جنوبي لأنها مشمسة الشتاء بتبقى مهمة
وفي جزء آخر بحري، يبقى أنا بحقق الإيه المتطلبات الاثنين. هتبدأ تديني المسارات، النخيل بنعتمد عليه كأنه محدد للمسارات، والأشجار للتظليل، والمناطق ما بينهم تبقى دي الحدائق، تكون الحدائق. النخيل دايما هيديني تحديد المسار، وهيديني إحساس قرارات للمناسيب. أنا عندي ممكن طالما في 2 متر ماينس منسوب، يبقى أنا لو عليت متر في مكان أصبح عندي سب ليفل أو سب بيزمنت يساعدني في كينج، بحيث الباركينج والعربيات ما تخشش النادي. المنطقة حمام السباحة لازم يكون فيها البرايفسي بتاعتها والنخيل محيطها عشان يديني الكونسبت، وفي حمام للأطفال. الخدمات لازم تكون موجودة عندي، لأن أنا لما أعمل مشروع لازم أراعي أن أنا عندي بعد كده غرف كهرباء، وعندي غرف ليها علاقة بحمام السباحة وهكذا. كل الخدمات دي لازم أشوف هتعامل معها على البوردرز الخارجي عشان ما اضطرش يدخل العمالة عندي. سريعا لو هستعرض المتطلبات والتأثيرات الأساسية على البلان، أنا هحاول يعني خلال 3 دقايق اللي جايين دول، أن فكرة الموديول من الحاجات المهمة. يمكن إحنا بعض الأحوال بعض بقينا نفتقد في بعض المشروعات إحساس الموديول، سيستم الحاجات الأساسية اللي بنتعامل عليها. اللاندسكيب لازم يستجيب للكتل ولازم يستجيب للموديول الموجود. لو بصينا وأنا بحط كأيربن سبيسز بتاعتي وعندي النودز لازم تسلم بعضها مع وجود المسارات، لأنا بتكلم حاجة بالتشكيل ده عشان يديني المسار اللي الناس تقدر تتحرك جواه. ساحات الاستقبال لازم الفيو لما بدخل لازم احس ان انا شايف النادي ده. بقيه السكيل انا جايبهم على 3 مناطق: المسارات الاساسيه، القلب، قاعات الاتزان، لان دايما يعني بيقولوا مشكله يعني لازم يكون في تماثل عشان العريس والعروس، الاهل الاثنين بنفس التماثل. منطقه جرينز المستقبل الاماميه، ده مفيش طريق هنا فخليناها هي زي على المين اكس الرئيسي. القاع العلوية اللي هي اللي طايرة بقت أصبح تحت منها فكرة الكوبري أو البريدج، إن أنا بعدي من تحتها. البلانز الأساسية إن أنا بنحاول ناخد اتجاه الشمال والجنوب عشان أخد الفيو للقلب الداخلي وأخد فكرة التهوية الأساسية. قاعات الأفراح فيها السيمترية المطلوبة، ممكن إن أنا أضم قاعتين ويكون القاعة الكبيرة لعدد الأفراد المطلوب والباركينج تحت. القلب الأخضر الرئيسي إنها الواحة. فكرة الصاب ليفل، حتى أنا عندي صاب ليفل فلازم أتعامل معاه. تم تجنيبه الحمامات السباحة بحيث يكون هو منطقة منفصلة تماما، ومعاه صالة الجيم ومعاه اللوكرز بتاعتي والخدمات، وقريب منها منطقة الأطفال زي ما كنا بنتكلم في المشروع السابق. استخدام الأسقف والاستفادة منها كاملة مهمة، لأن دي حاجة أساسية عشان تديني مساحات أكبر في الأراضي الأضيق. إيمج الأساسية للنادي، يمكن دي آخر حاجة أنا بعرضها، أنا لازم كان عندي إيمج للواجهة. الواجهة عندي قرب 150 متر، فببدأ أشوف حتى يعني هي دي نفس الواجهة 3 مرات من بعيد، بعدين أقرب، بعدين أقرب، يبان القاعة لا طايرة كبريدج. النخل دايما بنلاحظ إن هو بيديني الإيمج وبيديني الموديول الرئيسي اللي بربطه يعني بتاعي وبربطه معاه كلاندسكيب. يعني احنا حاولنا نعرض سريعا المسابقتين. الحاجه يمكن الاساسيه اللي بنتكلم عليها ان احنا لما بنيجي مشروعات او تصميمات ليها علاقه بالانديه او باللاندسكيب، محتاج ان انا اراعي الافراد والباك جراوندز اللي عندهم، ومحتاج ان انا الديزاين باترنز باركتكتشر جايد لاين او اربان جايد لاين ان انا اراعي هذه الاحداث. وبنشكركم ونتمنى ان احنا نكون يعني ما اطلناش عليكم، وشكرا لحضراتكم. شكرا لحضرتك على المحاضره القيمه والعرض الجميل، والمسابقات يعني جميله جدا ما شاء الله. يعني ان شاء الله يبقى فرصه بعد الـ3 مداخلات الاسئله ان شاء الله. استمتعنا بعرض الدكتور ماجد. هننتقل دلوقتي للأخ المهندس يزن محادين، وهو معماري أردني عمارة كلية الهندسة جامعة القاهرة. حصل على الماجستير في هندسة المواقع من جامعة ولاية ميسيسيبي الرسمية. حصل على العديد من الجوائز من الجمعية الأمريكية للهندسة في العديد من الشركات العالمية في الولايات المتحدة الأمريكية وفي إيطاليا،
ويشغل المهندس يزن منصب رئيس التنفيذي لشركة مواقع الاستشارات الهندسية كان غير متفرغ بالجامعة الأردنية في عمان. موضوع المحاضرة بتاعته النهاردة بخصوص علم هندسة المواقع المعمارية واستخدامه كعلم وفن لعرض عدد من المشروعات في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا متعلقة بالتصدي المائي والاستدامة. نشكر المهندس يزن على الشرف بيه يعني زميل عزيز وصديق جديد إن شاء الله شكرا دكتور وائل، مساء الخير جميعا، وشكرا دكتور ماجد، وتحياتي للجميع، وتحياتي للدكتور إيهاب، دكتور أحمد هارون، والمهندس محمد زكي، وتحياتي طبعا لمصر لأنه مصر أولى إلي، خصوصا جامعة القاهرة، والفضل بعد ربنا يعني أكيد لجامعة القاهرة ولأسادستي اللي أنا بعزهم في اللي ساهموا وزملائي اللي ساهموا في صقل شخصيتي المعمارية. فأنا بس بدي أعمل شير سكرين هلا إن شاء الله بتكون سكرين تمام. مدام ما في كومنتس راح أبلش. أنا عنوان محاضرتي هو Landscape for Survival. قبل ما أحكي عن الـ Art for Survival ومن وين الـ Inspiration تبعها للمحاضرة، إحنا مفهومنا في العالم العربي لهندسية أو هندسة الأرض لازم نكون صريحين. أول إحنا عبارة في ناس كتير بتعتبرها، وأنا متأكد في ناس موجودة معنا مشان تعرف أكثر عن احنا بنعتبر انه هي مفهومها عبارة عن green area، شوية نجيلة، شوية زرع، منروح على مشاتل او مشروع نشتري شوية زرع ومنجمل. بس عندنا مفهوم التجميل في اللاندسكيب، مش الكل عندنا زي ما شفتوا انتوا في علم وراء تصميم الدور ماجد، فهو مش زي المفهوم السائد. يعني عندنا طبعا اكيد الهارد سكيب، السوفت سكيب، عندنا عن السستينابيليتي والحصاد المائي. فانا اليوم بدي احكي عن اللاندسكيب اركتكتشر از ان ارت فور سيرفايفل. في ال 20 سنه الاخيره شفنا الفلودز اللي صارت، ان كان في نيو اورلينز هوريكين كاترينا اللي صار في 2005 ومسح 52 الف يونت يعني مساكن، غير الفايرز اللي صارت في غابات الأمازون والحرائق اللي صارت في أستراليا. طب احنا كيف، احنا شو فائدتنا as a landscape architect أو architect؟ احنا اللي في ايدنا، احنا البصمة اللي في المدن تبعتنا. أول ما تشتي شتاء خفيف بتلاقيها غرقت، شو السبب؟ راح أورجيكم شوية examples، لأنه أنا اللي المفروض نشوفه على أرض الواقع، مش بس نعمل مؤتمرات وندوات ونطلع في آخر الندوة أو المؤتمر بعد 3-4 أيام نطلع ده اللي حنعمله للسنة الجاية، لا ما ينفعش. إحنا we have to implement our كل هالعلم ونحطه في المشاريع اللي إحنا بنصممها. زي ما أنتوا شايفين Art for Survival it's inspired من 3 شغلات مهمة. Before the Flood وهو عبارة عن دوكيومنتري بتمنى انكم تحضروه لليوناردو دي كابريو 15، The World Without Us وهو كتاب by Alan Weisman، و The Granite Garden لآن ويستن، It's very good book يعني انكم تطلعوا عليه. هدول طبعا الكتب اللي انا حكيت عنهم قبل شوي. قبل ما ابلش في المشروع الاول، One of the best books اللي لازم خصوصاً landscape architects يطلعوا عليها هو كتاب اسمه Design with Nature لإيان مكارد. طبعاً إيان مكارد is a Scottish landscape architect، هو أخذ الـ Life Achievement Award من هارفارد مع الـ ASLA Middle American Society of Landscape Architecture. في كتاب عنده اسمه Design with Nature، التحليلات اللي بيعملها لأي مشروع
بيبدأ من المدينة ككل، بيبدأ بيشوف الكونتورز، خطوط الكونتورز، الووتر فيتشر. لأنه إحنا علمنا، في ناس بيسألوا دائما إنه شو طب لاندسكيب أركيتكتشر؟ لاندسكيب أركيتكتشر هو أو هندسة الأرض، هي علم وفن تصميم لاستعمال الإنسان، وهو جزء لا يتجزأ من التخصص الأشمل للعمارة. ويتعلق طبعا إحنا لما بدنا ندرس هذا التخصص في منه علم التصميم، علم مواد البناء، علم الكونتور، علم الجيولوجيا، علم تصميم النباتات. لما بنصمم مشاريعنا ما بنصممها بس لليوم، بنصممها بدنا شو بحقق للإنسان، شو بحقق للإيكو سيستم، النظام البيئي، شو بحقق للطيور، النباتات. فأنت بتصمم نظام بيئي كامل. هيك هندسة الأرض أو علم الأرض بنقسم لنوعين، اللي هو man-made landscapes اللي إحنا نصنعها، وفي natural landscapes اللي هي المناظر الطبيعية الموجودة الله سبحانه وتعالى. وحتى مشاريعنا إحنا لما ندرسها بندرسها ومنحاول نصمم للفصول الأربعة كاملة، فصل الشتاء، فصل الربيع. هذا الكتاب أنا بنصحكم تشوفوه، تشوفوا كمية الخرائط اللي بتنعمل للمدن. هذا مشان أنت تصمم بارك واحد في مدينة، تخيل قديش تقعد مشان تدرس المكان. أول مشروع أحكي فيه هو عبارة عن بارك صممناه في جام، it's a winning project actually، فوزنا فيه عام 2013، وهي مسابقة اسمها Campus Rain Works Challenge في جامعة ميسيسيبي ستيت. قبل ما أبلش فيه أنا بحب طبعاً أشتغل معنا هذا التيم اللي موجود معنا، إن كنت أنا أو أناس أو جيري أو كل التيم اللي كان معنا. كنا إحنا تقريباً 6 Landscape Architects، ومعنا واحد Civil Engineer، مهندسة كانت معنا، وبرضو طالبة كانت معنا بالGraphic Design. وطبعاً كان اللي دعمنا جامعة ميسيسيبي ستيت وقسم Landscape وووتر resources في جامعة ميسيسيبي. Campus Rain Works Challenge عبارة عن مسابقة صارها تنطرح 10 سنين، تطرحها الـ EPA اللي هي الـ United States Environmental. هدفها من الآخر هيك، يعني كيف أنت تستخدم الـ Green Infrastructure أو تستخدم كل قطرة مي تنزل في السايت تبعك. أو وهي متقسمة ل two categories. طبعاً هاي المسابقة بالتعاون مع ASLA والAmerican Society for Civil Engineers والWater Environmental Federation. two categories عبارة عن site plan أو master plan، يعني على master plan على مستوى الجامعة كاملة، أو بتأخذ specific site وبتصمم. طبعاً أول إشي عملنا زرنا الـ EPA في برمنغهام، وزرنا أتلانتا، وزرنا أثينز، وزرنا تقريباً 5 مدن، وطلعنا على infrastructure أو الwater store management. يعني إيه إنه أنا يعني إزاي بدي أنا أمسك المي اللي بتنزل من المطر وأعيد استخدامها في السايت تبعي. أنا بس بحاول أسهل. فزرنا عدد كبير من الباركس، لأنه طبعاً ده عمل في عدد كبير من الباركس في أمريكا، لأنه الـ EPA بالـ 1970 والمي أو المياه الأمطار. لأنه مياه الأمطار زي ما بتعرفوا لما تنزل عندي على السايت على مكان معين، نفرض أنه أو مكان العربي اللي بتصف فيه العربيات، لما تصف العربية ففي زيوت وفي إطارات، فالمي لما تنزل بالأمطار تختلطها polluted. أنا هدفي الآن أعمل infiltration، أفلتر المية دي وأنا to reuse it. فأول إشي عملناه طبعا درسنا المسيس، طبعا دي الجامعة الملونة في الأخضر، ودي ستاركفيل المدينة اللي في جانب الكامبس تبعنا في ميسيسيبي ستيت يونيفرسيتي. ابتدينا ندرس الفراغات، نزلنا عملنا شوية سكتشات، حللنا. كان الدنيا طبعا in winter في 2013، ابتدينا نحلل ازاي بنشوف المية، المية بتروح فين. ابتدينا ندرس الكونتورز. علشان هيك انا دائما بقول انه اللاندسكيب اركيتكت لما يجيك مشروع، ان كان فيلا، ان كان مشروع، ان كان منتجع،
إشي مهم إنك تجيب اللاندسكيب أركيتكت علشان يدرس خطوط الكونتور، علشان يشوف ما لازم يعمل دمج للأرض. بما طبعا احنا اللي منش ما فيش الكلام ده في الميدل ايست، عم نشوفه بس نسبه قليله دائما. فاحنا اللي عملناه ابتدينا في سكتشز، حل بالاخير اخترنا السايت اللي هو سايت صغير عباره عن بارك بال الكافيتيريا تبع الجامعه. طبعا اللي درس فيكو في امريكا بيعرف شو اهميه. اخترنا هذا المكان لأنه هو قلب الكامبس، لأنه أغلب الناس يعني أغلب في اليونيون، اللي بده يروح يأكل، اللي بده يروح يأخذ في اليونيون، اللي بيشوف الفرنس تبع أصحابه يعني وأصدقائه. لأنه أنت هدفك دائما لما بتستعين الناس بتحاول to educate people about sustainability، فده كان one of the main goals. ابتدينا طبعا نعمل sketches، ابتدينا نقابل نائب رئيس الجامعة، نقابل الطلاب، نسألهم. المشروع اللي بعد ده حتشوفوه اللي هو تفتيس بارك، أنا دائما بآمن إنه لازم يكون اليوزر التصميم especially في اللاندسكيب أركيتكتشر، especially إذا أنت بتصمم بارك. فابتدينا إحنا طبعا نعمل سكيتشز ونشرح ونأخذ ونعمل ريفيو مع الشباب. وبالأخير طبعا بالأخير اتفقنا وكل يعني تقريبا تقسمنا تو فريقين، وبعدين نقينا التصميم الأقرب. يعني احنا عملنا فريمورك للجرين انفراستراكتشر أو السستينيبيليتي. احنا لما نحكي سستينيبيليتي نحكي عن ثلاث شغلات: الإيكونوميكال ليفل، سوشيال ليفل، والإنفيرومنتال. في الكومبيتيشن دي أهم إشي كان الإيكونومي، الإنفيرومنتال أو الإيكولوجي أو نظام وسمينا طبعا البارك يونيون جرين. تمام، وزي ما انتم شايفين بالبلان، انا بس راح اشرح لكم بسرعه مشان ادخل في البارك اللي بعده. كان عباره عن امفيثياتر لون. تمام، لون مش انه بس، لا ده حطينا فيه هيربيشيوس بلانتس، حطينا فيه نيتيف بلانتس زي ما راح بعد شوي. استخدمنا كل الماتيريال زي هون عندكم شايفين كل الود بريدجز، هذول موجودين. اتس ريسايكل كومبوز ماتيريالز في ميسيسيبي، ما جبناش حاجه من السيستم او الابار او اللي بتسموهم الخزانات اللي استخدمناها تحت. طبعا اللون كامل في سيستم، فالميه بتنزل، كل الميه اللي بتنزل بتروح على جاترز وبتروح على بلانترز، بصير لها انفلتريشن، بتروح بعدين على السسترنز ويعاد استخدام. كل صورة شوي I will show you in a few slides 3D images. okay. فإحنا اللي قدرنا عليه إنه نحاول استخدام 97% من مياه الأمطار. طبعا كانت معنا صبية زي ما أنا حكيت، مهندسة بالسيفل انجينيرينج مختصة بالهيدرولوجي، فهي قاعدة تعمل ونشوف كل قطرة مي تنزل كيف احنا نعيد استخدامها، او الووتر ران اوف، سرعة المي لما تنزل على الماتيريال. تخيلوا السايت قبل مئة الالاف السنين كان عبارة عن اشجار، فلما تنزل قطرة المي وتضرب في الشجرة او الليف تبع الشجرة او ورقة الشجرة بتبطئ سرعتها. فتخيل انت لما الشجر ده وتحط باركينج تمام او اسفلت، نزل فلاش فلاد او مطر ينزل بسرعه، حيحصل ايه؟ حيصير عندي فلاد الشارع والانفراستراكشر عمل. تمام، طبعا عملنا كرييت اوت دور دايننج وسيتنج اريا، لانه زي ما حكينا الكافيتيريا موجوده. وطبعا وي يوز ذا بيست مانجمنت فور ذا لوكال سايت كونديشنز. وعملنا كيوسكس علشان توضح الفكره، كيوسكس يعني اكشاك بتوضح ايه يعني ووتر ستور مانجمنت، ايه يعني حصاد. هنا ثلاث حاجات مهمه اللي هم الفانكشن الوظيفه، الانوفيشن تكون مبتكر، والفاليو اي يكون للمشروع قيمه. فالمشروع كان له قيمه لانه كان قلب الكامبس. فاحنا عملنا لكل اريا فيزز
طبعا الاريا ان كان السيتنج اريا ان كان الممرات واليوزر اكسبيرينس كل الجرينز اللي انتم شايفينهم دول فيهم بلانتس سبيسيفيك بلانتس تعمل على سبيسيفيك ميكست سويلز لانه السويلز والتربه برضه علم التربه لازم يكون مدروس باللاندسكيب برضه والبلانتس اللي بتحطها وكميه الماء. في ناس من زملائك ومن اصدقاء بيجي بيقول لك عندي النبته ماتت شكله ما بيسقوها وما بيحطوا عليها مي. لا ممكن تكون مسقيه بزياده في الروتس او عفن في جذور النبات. فحتى علم الري يدرس في ماده اللاندسكيب اركيتكتشر او هندسه الارض. طبعا عملنا الكيوسك وعملنا الابستراكشن تبعت الكلاود او قصه الكلاود او الغيمه كيف تتكون الغيوم وعملنا طبعا الباركود اللي بيقدروا يعملوا على التليفون ويشوفوا الفيديو اللي بيشرح عن هذا السايت. الفاليو برضو كان له قيمه لانه زي ما حكينا كل الووتر اللي اجت على هذا السايت وي ريوزد ات. هلا حتى المي اللي بتيجي على الأسطح حاولنا بقدر الإمكان إنه إحنا نجمعها بحيث إنه كمان as a water feature تمام. ودي حاجة مهمة بقى بالمشاريع اللي بنشوفها بالباركس لما نعمل water feature أو ليك مثلا man-made lake يقول لك إحنا لا إحنا مفروض في الوطن العربي أو في مدن معينة ما فيش مية كتير احنا ما لازم نعمل هذا الكلام. ليش مين قال لك هو احنا اصلا واقفين على يعني البحيره وش ميه ونعبيها كل يوم؟ لا ده اتس ا سيركل. انت بتخلق هنا اهميه تعرف شو يعني هيدرولوجي تعرف شو يعني مي اللي بتنزل على السايت اللي في السايت تبعك. طبعا دول الماتيريالز والبلانتس اللي احنا اخترناها واللي بتعيش في ميسيسيبي الاريا لانه انت لازم تدرس في اي دوله في ريجنز في كلايماتيك ريجنز يعني في زي احنا بالاردن اللي بيعيش في عمان لانه عمان على منطقه اعلى من الميت او العقبه مش حيعيش في العقبه. هلا ممكن يعيش في نباتات طبعا بتعيش هون 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 بس في نباتات مثلا بالعقبه في ديلينك دي بتعيش عندك وفي القاهره مثلا او في مصر بس ما بتعيش عندنا في عمان. ونفس فعندنا احنا بالاردن فور كلايماتيك ريجنز في مصر اتوقع اكثر اللي هم منطقه السهب المنطقه الجبليه ومنطقه الحماده ريجن او الصحراء. فيعني انا بس بدي ارجع على تبعنا فاحنا طبعا قسمناهم تريز شربز الجراس. ما فيش مشروع لاندسكيب يتقدم وما فيش بلانتنج ديزاين. لازم يكون في بلانتينج ديزاين. لازم يكون اللاندسكيب بروجكت لما يتسلم زي مشروع الفيلا او العماره اللي انتم بتسموه بيكون في لايرز في تايلينج في ماتيريالينج في ري في اضاءه اللي هم اللايتنج فيكستشرز. فكل المخططات دي لازم تقدمها ولازم انت as a designer you have to design everything. حتى البيرغولاز حتى السيتنج ارياز البنشز كل هذا بيكون دائما على اللاندسكيب اركيتكت. طبعا هذا سك في شو المين فيتشرز اللي احنا عملناها. وطبعا دائما في اي مشروع لازم تكونوا حاطين الرامبس للهانديكابت او ذوي الاحتياج. مشروع فيش مشروع على الكره الارضيه إلا يكون في رامبس مش لذوي الاحتياجات الخاصة. المشروع الثاني حتكلم عنه بسرعة مش هلحق أوصل للمشاريع. سبارك واشتغلنا فيه مع ديزاين ووركشوب. ديزاين ووركشوب of course one of the 10 best landscape firms in the United States. شرف إني اشتغلت معهم actually. واشتغلنا على تورتس سبارك في Idaho Falls. طبعا البروجكت ليدرشيب انا بس بدي احكي هون على السوشيال ليفل سستينابيليتي بس السوشيال ليفل لانه احنا الهدف هون ديزايننج فور ا جريت كوميونيتي اسيت. حاولنا في المشروع هذا كل السكان اللي موجودين حوالين هذا البارك يشاركوا معنا في التصميم. ازاي حوريكم ازاي. طبعا اول شيء ذا تشالنج واز تو كرييت ذا ماستر بلان ذا فيجر
يعني احنا بنحاول انه هالكوميونتي اللي موجود كان مش عاجبه البارك فجابوا ديزاين وركشوب علشان يحسنوا البارك. طبعا لو احنا انا شرق الاوسط لم نسال ناس ولا بنسال يوزرز تمام، ودائما احنا مشكلتنا انه احنا ما بننقد، احنا بنشوف الغلط بس بنخاف ننقده في اي مكان. الاصل انه اذا انت في بارك في نيبرهود الاصل انك تسال الناس اللي موجوده، اعتبرهم الكلاينتس. ازاي؟ هنا كانت العمليه بسيطه موجود، احنا طلب منا انه نطوره او نحسنه للديزاين وركشوب. عملنا ايه؟ عملنا سمول جروب اكسرسايز، جب طبعنا 20 سلبلان ده وشويه ايمجز اللي موجوده لانه الناس بتروح وبتمشي بتتمشى فيه وبتعمل احتفالات فيه. قلنا لهم على البلان ده هنقعد ساعة، هيقولوا لنا السبيس اللي بيحبوه يحطوا عليه اكسلنت، السبيس اللي عايز امبروفمنت عايز يطوروه يحدثوه يحطوا عليه علامه صفراء، السبيس اللي مش عايزينه او المكان اللي مش عايزينه يحطوا انه مش عايزينه، احنا ده السبيس ده مش عاجبنا حطوا عليه احمر، اللي عنده كومنتس ثانيه يحط ويكتب عليه انه احنا عايزين كذا كذا كذا. ابتدينا طبعا كمان نعمل ايه، عملنا كوميونتي انبوت اند كي بولينج، قعدناهم ناهم شويه اسئله جاوبونا، بعدين اخذنا كل ده على الشركه والمكتب وقعدنا نحلل فيهم نجمعهم على الفوتوشوب نشوفوا عايزينها فين الاماكن اللي مش عايزينها، وبعد كده عملنا alternative 1 والternative 2. طبعا احنا هلا انا مش خضم انه اتكلم عن ستاندرد اول محاضره وحتبقى كاني بدرس في الجامعه بحضر عليكم، انا بس بورجيكم الديزاين بروسيس، لانه اذا كان عندك شغف دائما في المشروع ديزاين بروسيس اتس فن وذ يور ميتس او الفريندز او الكوليجز او زملائك وزميلاتك، لانه ما فيش حاجه عملت المشروع، لا هو تيم كامل عمل المشروع، في تيم في عندك لاندسكيب اركيتكت الكتروميكانيكال سيفل انجينيرز كلهم مع بعض ساعدوا في بناء هذا المشروع، فدائما مرحله البرين ستورمينج اتس ريلي جود. فتخيل انه لما تعمل برين ستورمينج مع النيبرز او الكلاينتس كانت موجود ده الالترناتيف 1. طبعا الالترناتيف 1 انت هتوري الناس الالترناتيف، فانت ما عندكش وقت كل شوي تعمل للبارك ده 50 الالترناتيف تعمل لكل واحد 3D، ده اسمه مضيعه وقت تمام. فانت بتعمل اذا انت عامل مشاريع سابقه تستخدم بتسم ايه يعني مالتي بيربز تريل، ايه يعني ممر والناس تمشي فيه وتركض فيه وتستخدمه، بتورجيهم كل سبيس على حده، ايه يعني تعمل بابليك ارسم اشتغلت معهم نيو اورلينز ارت بارك. ففي شويه حاجات بتسهل على اللي اشتركت معانا او اليوزرز بيصيروا يفهموا سبيس عجبنا مش عجبنا. برضو alternative 2 بعد طبعا ما خلصنا المشروع ده وافقوا اختاروا طبعا alternative 1 لانه احنا كنا ضايفين هنا ليك وضايفين سبيس فهم for the events للافراح ولا excuse space، فهم اختاروا alternative 1 وقسمناه على spaces. بعدها على طول يعني احنا مش في بعد لا اعطونا الheritage park. الheritage park كولو فولز على سنيك ريفر تمام، طلبوا منا يعني اذا انتم ملاحظين هذا البارك موجود هون موجود في الحته دي حتشوفوه دلوقتي وده سنيك ريفر طبعا هذا مشهور كثير، فعندنا هاي البارك هيريتج بارك وده البارك اللي موجود قبل شوي اشتغلنا عليه. عملنا ايه؟ عملنا نفس الحاجه، صممنا الترناتيف 1 وصممنا alternative 2 وطرحناهم للناس لليوزرز وقلنا لهم في alternative 1 alternative 2 طبعا مع الايمجز والتحليل للسبيسز، وبعدها على طول اختاروا هون ونص من هون
سبيسز، وبعدين عملنا الماستر 2017. المشروعين كانوا في مع ديزاين وركشوب. انا بس راح امشي سريعا. يعني عملتها برضو في بياتسا ماتوتي مع فرانكو زاجري في روما، اشتغلت انا مع بروما بس دي كانت في كاتانزارو جنوب ايطاليا. اتكلم فيه انا حوريكم شويه صور. بس دائما احنا زي ما بنصمم بالاركيتكتشر عندنا برينسيبلز، في معايير للتصميم اي whatever. الشغل الثاني اللي لازم ندرسها دائما زي ما حكى ويليام وايت عمل كتاب اسمه Urban Life، نسيت اسمه بس For Small Urban Spaces، بتكلم فيه عن 13 أو 14 بقرأوه، أنا حشوفه كمان هلأ وأكتبه على الشات لكم. الحلو في الموضوع إنه لما أنت لازم تمشي فيها لازم تعرف ايه يعني الكلر، انك تستخدم الكلر، ايه يعني تستخدم الشيد والشادو، البلانتس او النباتات اللي انت بتستخدمهم مش بس منظر جمالي، ايه يعني انت لما تستخدم مثلا، يعني انا هتكلم عن النباتات يعني مختلفه، ايه لما تتكلم عن الشيح او الحصل البام او الروز، دول مثلا بيدوك ريحة حلوة أو ريحة عطرة للمكان وبتشيل كل الموسكيتوز. إيه يعني بالوجهة الجنوبية متساقطة deciduous trees، يعني الشمس لما تيجي في السمر بيكون أنا عندي دول فيهم الليفز فما بتدخل لي الشمس كتير، بس بالشتاء الأشجار دي بتتساقط بتدخل لي الشمس عندي. دائما لازم يكون عندي reason للي أنا، زي ما بنشتغل بالعمارة أي خط أنا بحطه لازم يكون له معنى meaning goal. الحتة اللي يمكن آخر مشروع هتكلم فيه بسرعة لأنه مش معنا وقت كتير، Memphis Catholic School برضو it's a small actually park، زي ما حكيت ترجعوا لويليام وايت بحكي عن 13 principles مهمين جدا. Memphis Catholic School كان تحدي مع 5 جامعات، فزنا الحمد لله بالمركز الأول ناشنالي في أمريكا، وتنفذ المشروع. طبعاً إحنا كنا مقسمينه 4 phases، وزوره بعد سنة من لما اكتمل وأشوف التصميم تبعنا. كنا إحنا 3 شباب وصبية، وزي ما أنتم شايفين it's very simple، water storm management والحصاد المائي، how to use the water. خلينا نعمل community garden يعني الطلاب صفهم، حاولنا انه نفهمهم ايه يعني landscape architecture. وقبل طبعا التصميم مشان ما تسألوني برضو قعدنا معهم، ولما قعدنا معهم وريناهم البلان الحديث تبعهم، حتى في طالب من الطلبة قال لي انا عايز ديزني لاند هون، يعني انا بدي جزء من ديزني لاند هون. فطبعا احنا عملنا لهم شايفينه ده it's colored by themselves، يعني هم عملوه. أنا ما مش راح أحكي أكثر من هيك، أتمنى إنه تكون وصلت فكرة الحصاد management من خلال المشاريع. بس اللي أنا بدي تعرفوه إنه sustainability أو sustainable design you have to think you have to work try تخلي ده اللي موجودين يشتغلوا معك في التصميم، اسمع الأفكار تبعتهم. أنت ممكن تطلع فكرة فكرتين ثلاث، بس اليوزرز دي أو الناس دي اللي بتشتم 200 و300 فكرة. ودائما لما تصمموا صمموا للإنسان للنبات للطيور لكل إشي لكل الممالك، لأنه أنت بتصمم. أنا هون راح أنهي وبستنى طبعا الأسئلة، وأنا بشكركم يعني على هاي الفرصة. Thank you. شكرا جزيلا للمهندس سيان بالمحاضرة القيمة بتاعت حضرتك، ويعني حضرتك أكدت على مفاهيم جميلة جدا في التيم وورك وفي المشاركة المجتمعية وفي الاهتمام وحصاد المياه وحاجات جميلة جدا. ويعني إن شاء الله
هيكون كمان أكيد في أسئلة قيمة نستكمل بها حوارنا مع حضرتك بإذن الله. بننتقل دلوقتي للمحاضر الثالث معانا الدكتور إيهاب فودة. الدكتور إيهاب فودة هو معماري مصري حصل على بكالوريوس العمارة عام 1998 ثم الدكتوراه عام 2004 في التصميم المعماري. لديه عدد من المؤلفات والأبحاث العلمية المميزة عن الاستشارية الدولية مثل دار الهندسة وبارسونز وغيرها. لديه خبرة كبيرة في تنسيق تطوير المناطق الحضرية في مصر وعدد كبير من الدول العربية. المحاضرة الأخيرة مع سيادته السلام عليكم. اهلا كده الصوت واصل. ببدأ طبعا المحاضرة بشكر دكتور وائل والدكتور ماجد ومحاضرته القيمة واللي أكد فيها على المعايير الاجتماعية وانعكاسها على التصميم. وبشكر طبعا الدكتور يزن أو المهندس يزن والبرزنتيشن بتاعته الرائعة والأظهرمية الباب بارتسيبيشن والشغل بتاعها وتأثيرها على التصميم لاندسكيب بوجه عام. وطبعا بتفق مع الزملاء في كل محاضرات قيمة جدا. أنا النهاردة هعرض برزنتيشن عن الماستر بلانينج ودخول اللاندسكيب فيه وإزاي بقدر أحقق السستينابيليتي ماستر بلانينج. أنا هبتدي المحاضرة دلوقتي ظهر العنوان بتاع المحاضرة بتاعتي اللي هو The 21st Century Expectation. مثال كيس ستادي على مشروع هاوزنج اتعمل في الدمام, عملته في الدمام حوالي مسطح وحوالي 10 مليون متر مربع ومعايير السستينابيليتي. ده كان خلال شغلي مع بارسونز. المحاضرة دي أنا هتكلم فيها على 6 نقط أساسية. أتكلم على Sustainable Landscape to Grow Life Quality, يعني استخدام Sustainable Landscape للحصول على أعلى قيمة للحياة أو جودة للحياة. هتكلم على Most Professional Service for Work, إزاي ديزاين عشان أو الأشياء اللي تطفى ديزاين عشان أعلي شكل الخدمة الاحترافية المقدمة. وهتكلم على Methodology للميجا سكيل Projects, يعني على السكيل الضخم. وهتكلم على اليونيك ديزاين كرايتيريا اللي بتسبورت السستينابيليتي. هتكلم بعد كده على اللاندسكيب ديزاين لمشروع الدمام بشكل تفصيلي. وبعد كده هلخص البرزنتيشن كلها في يعني دياجرام كده بيوضح السستينابيليتي في رو ذا لاندسكيب ديزاين فيسز. ببدأ بأول محور اللي هو Sustainable Landscape to provide the highest sustainability. زي ما الزملاء القبلية عرضوا إن هو إن إحنا بيعتمد على حاجات كتيرة, منها طبعا إن أنا أوفر الاحتياجات دون المساس بالاحتياجات الأجيال التالية. ومفروض على السكيل بتاع الأربن لاندسكيب على اسكلي السستينابيليتي لفيلدز المفروض يتدخل فيها زي الايكولوجي وزي الكالتشر وزي البوليتكس وزي الايكونومكس. السستينابل ديفلوبمنت جول مفروض يتاكد ان البوليسيز والبروجرامينج والبادجت سبورتنج ذا ايكونوميكلي اند كوميونيتي ديفلوبمنت. يعني مفروض ان هدف الاساسي لعمليه اللي هو التطوير المستدام ان هو يتاكد ان السياسات والبرامج والميزانيات اللي بتدعم
الخصائص الاقتصادية والبيئية للكوميونتي للمجتمع المرطط. السستينابيلتي سايكلز اللي زي ما مهندس يزن قال هما الثلاث حاجات الأساسية بتوع السستينابيلتي اللي هو الإيكونوميك والسوشيال والإنفيرومنتال. علشان أتأكد إن السستينابيلتي فعالة يجب إن أنا أعمل تداخل أو أعمل تكامل بين الإنفيرومنتال والإيكونوميك والسوشيال كالتشر دايمنشن، يبقى في تداخل بين الثلاث محاور دي. وإن اللاندسكيب طبعا زي ما مهندس يزن عرض إن هو نقطة أنا بدعم بيها طبعا البيئة، هي دلوقتي مع معدلات التلوث الخرافية اللي موجودة على الكوكب، فطبعا عملية اللاندسكيب والنباتات جزء مهم للسيرفايفل والهيلثي والبيينج للمجتمع. لما هاجي أتكلم على المحور الثاني اللي هو الديزاين رول، على دور التصميم لتقديم الخدمة الاحترافية للعمل، لما أجي أتكلم أنا بقول ماستر بلانينج. الماستر بلانينج لما باجي أدرسه هو مفروض هو مزيج من عناصر كتيرة هتيجي في البرزنتيشن الجاية، بس يبقى في الأوربان انفراستراكشر لازم يكون بارت من الماستر بلانينج، بارت مهم جداً متداخل معاه، ولازم يكون نوعيات الدراسات في الماستر بلانينج انفيرومنتال ستاديز وسوشيال ستاديز وايكونوميك ستاديز. هنحاول نعرض لها بشيء يعني سريع فين في الدياجرام الموجود ده. دي مفروض الانتجريشن بلانينج ديزاين بروسيس، ان العناصر المكونه كلها للماستر بلان يجب انها مجتمعه علشان ان احنا نعمل التصميم المتكامل، ويبقى ده من خلال يعني كل العناصر دي زي ما هنشوف دلوقتي تاثيرها على بعضيها، وطبعا ده من خلال برضو الاعتبار ستاندردز اللي موجوده وعمل مراجعات لكل العناصر المختلفه بتاعه الموقع العام. البلانينج جولز انا يبقى عندي بيطلع خمس حاجات: الكواليتيف بلانينج، السيفتي اند سيكيورتي، الفاسيليتي بروكسيمي قرب العناصر الخدمه، اعلى جوده للحياه اقدر احققها، والافيشنسي والسستينابيليتي. دي الاهداف اللي كانت مفروض للبلانينج بتاع المشروع. من الدور التصميم عشان اقدم خدمه متميزه السيتي ايمج. السيتي ايمج لاي مكان طبعا يعني احنا عارفين لازم يبقى التصميم نابع من المكان المشروع. فلما احنا المشروع دوت اللي انا بتكلم عليه هو في الدمام، فطبعا كان لازم تعمل زي سيتي ايمج بندرس فيه الخصائص بتاعه القصه دي كلها. ميثودولوجي ديزاين، ميثودولوجي للميجا سكيل بروجكت، كان اهم حاجه اللي هي جزئيه الجرين اريا ريشيو. الماستر بلان اللي هو كان 10 مليون متر مربع، اللاندسكيب اريا والاوبن سبيسز كانت 13% من المسطح دوت، يعني حوالي 1 متر مربع. يعني الجرين اريا ريشيو دي فاكتور مهم جدا من عناصر اللي احنا بنحاول نحققها في الماستر بلاننج علشان نحقق السستينابيلتي فيه. ف دوت كانت حوالي 13%. الجزئيه الثانيه من الميثودولوجي ان اللاندسكيب او الباركس تايبولوجي بمختلفة، يعني كان عندنا open spaces، كان عندنا pocket parks، كان عندنا cluster parks، كان عندنا linear parks، كان عندنا neighborhood parks، كان عندنا district park، زي التوزيع زي ما احنا شايفين، بحيث نغطي الماستر بلان كامل بكامل السايت، بحيث نحقق معايير معينه هتكلم عليه ما تزيدش مزافه السير من اي نقطه لاي بارك عن 350 متر مربع. بعد كده النقطه اللي هتكلم عليها بعد كده كرايتيريا او الكونسيدريشن الاعتبارات المهمه اللي استخدمناها في اللاندسكيب. فطبعا اللاندسكيب ديزاين كونسيدريشن في المشروع دوت كانت اول حاجه ريليتد تو الايدنتيتي، لازم تبقى مؤكده جدا في اللاندسكيب اللي بيتعمل، الفيجوالي بليسنج الجمال البصري، والكوست افكتيف، المينتينابل،
والانفايرومنتالي ساوند. يعني لازم يكون اللاندسكيب بيبرز القيم الجمالية وبيحقق الكوست التكلفة الاقتصادية المطلوبة وبيكون فانكشنال وظيفي زي ما نعرف دلوقتي ازاي بنوظف اللاندسكيب في خدمة المشاكل البيئية. سينابول يعني سهل الصيانة سواء كان للهارد سكيب او للسوفت سكيب او لاي عنصر من العناصر. طبعا ساوندلي انفايرومنتلي ساوند طبعا زي ما ازاي احنا بنستخدم الرينيوبل بنستخدم الريوزد ماتيريال علشان نحقق نفس الايه اللي يبقى صديق للبيئة او حتى بنستخدم المواد ضرش البيئة او ملهاش في او سيز ضاره بالبيئة. بعد كده بتكلم بسرعه على لاندسكيب ديزاين كرايتيريا اللي استخدمت في المشروع دوت. اول حاجه طبعا منطقه الدمام او في المملكه اهم عنصر عندنا كان هو الاسلاميك ديزاين ايدنتيتي، ده لازم هيبقى يعني كرايتيريا اساسيه. عندي السوشيال كلتشر كونسيدريشن، عندي المايكرو كلايمنت انهانسمنت. طبعا المناخ في السعوديه لازم يحتاج دعم جامد جدا من اللاندسكيب علشان نحقق سواء موضوع نحاول موضوع سفي الرمال او ان احنا بنحاول نعمل الويند بريك علشان ما ياثرش سلبا على المشروع. من العاليه اللاندسكيب فيجوال ستراكشر، شكل اللاندسكيب او التكوين بتاع اللاندسكيب بحيث يديني طبعا يبقى مكثف في مناطق معينه بحيث يبقى شكله مش هزيل، يديني قوه معينه. لان انت عندك عارف او حضراتكم عارفين ان السعوديه هي يعني اريد ريجون يعني منطقه قاحله، وطبعا يبقى بيتركز في مناطق معينه علشان ادي صوره بصريه قويه للموضوع بتاع لاندسكيب. من المعايير المهمه برضو كانت اليونيفايد لاندسكيب ديزاين، العناصر كلها لازم طبعا يبقى ليها روح تصميميه واحده ولازم تبقى منعكسه على كل جوانب المشروع سواء هارد سكيب او سوفت سكيب من خلال الماتيريال المستخدمه وتكنيكس زي ما هنعرض بسرعه دلوقتي. اهم طبعا عامل من العوامل دي كلها اللي هو زي ما الباشمهندس يزن اشار برضو في البرزنتيشن بتاعته اللي هو الهانديكاب كونسنتريشن. الهانديكاب يا جماعه بتوع في امريكا هم عاملين المعايير بتاعه الـ ADA الـ American Disability Act، وده كود اللي هو مفروض بيتطبق في كل المشروعات، مش شرط لأ ده احنا بنطبقه في كل جوانب اللاندسكيب سواء زي ما هنشوف دلوقتي. فطبعا الـ Handicap Consideration كان نقطة مهمة جدا طبعا. ونقطة أساسية في موضوع اللاندسكيب هو الـ Water Conservation. الـ Water Conservation دوت كنا بنحققه من ثلاث حاجات. اول حاجه الوايس اريجيشن سيستم، السياسه الرشيده لاستخدام الميه طبعا من خلال التكنيكس الحديثه دلوقتي اللي موجوده في قصه الريجيشن، فهم احتياجات النبات. احتياجات النبات طبعا زي ما انا هعرض دلوقتي وهقدر استخدم خصائص معينه لتحقيق اغراض معينه لما اجي اتكلم على جزئيه سوفت سكيب. وثالث نقطة في الووتر كونسرفيشن اللي هو الزيروسكيب برينسيبلز. الزيروسكيب برينسيبلز دي يعني زي اتجاه 20 سنة ازاي ان احنا نقدر نوفر المية في نباتات من خلال ست ديفرنت تكنيكس، ويعني وده واستخدمناه قبل كده. من المعايير الثانية برضو الاربن بلاننج كرايتيريا. الاربن بلاننج كرايتيريا بيحدد حجم الفراغ المناسب لعدد الافراد، فطبعا ده كان عامل محدد بالذات في المشاريع اللي فيها بوبوليشن كبيره وفيها استخدامات مختلفه. هخش هنا على الموضوع بتاع اللاندسكيب. الببليك ريلم او الفراغات العامه اللي كانت موجوده في المشروع دوت هي مقسومه لحاجتين اساسيتين، ستريت سكيب وباركس اند اوبن سبيس. الستريت سكيب هو طبعا الشوارع واللاندسكيب اللي اتعمل في الشوارع، والباركس اند اوبن سبيس المناطق المفتوحه والحدائق هعرضها دلوقتي بالتفصيل. في يونيفرسال ستاندردز، في معايير عالميه بتحكم القصه بتاعه الاوبن سبيسز بوجه عام.
زي ليفل اوف سيرفيس، يعني هو كميه المناطق المفتوحه المخصصه للفرد. عالميا المعيار 13 متر مربع لكل شخص. الاوبن سبيس عالميا برضو النسبه المفضله هي 20% من التوتال لاند اريا، والماكسيمم ديستانس تو نيرست بارك 350. العالميه اللي المفروض بتطبق في القصه بتاعه الماستر بلاننج ليه لما اجي احقق اللاندسكيب فيه. المشروع بتاع الدمام اللي انا بعرضه دوت احنا حققنا نيرفس حوالي 15 متر مربع لكل شخص، يعني كل شخص من البوبوليشن اللي كانت موجوده على المشروع ده ليه 15 متر مربع. الديزاين فيلوسوفي بتاعه اللاندسكيب اللي كان موجود للمشروع دوت كان ثلاث حاجات اساسيه، ان هو يبقى مالتي فانكشن، يعني كل يبقى ليه مالتي فانكشن، واكتيف سوشيال انفايرمنت، يعني بيئه اجتماعيه مناسبه زي ما هنشوف دلوقتي، وزي ما الدكتور ماجد الانشطه الاجتماعيه يجب انها بتتم في لاندسكيب. والجزء الثالث الفرايتي اوف سبيسز، ان الفراغات اللي عندي تبقى متنوعه تنوع كبير. المشروع دوت هنا لما انا بعرض الماستر بلان، وده طبعا كان الديستريبيوشن بتاع تايبولوجيز الانماط المختلفه من الحدائق اللي تم توزيعها على الماستر بلان لتحقيق المعايير السابقه. يعني على سبيل المثال مثلا ايه المشروع ده كان معمول بحيث يبقى ويند بريك، والجزء الامامي من المشروع ده كان كوميرشال، ففصلناه عن الجزء السكني جرين بافر، يعني الجزء المنقط ده جرين بافر. عملنا الفوكال بوينتس، عملنا مسافات الكونكتيفيتي بين كل عناصر اللاندسكيب، البيدستريان يلف في جوه السايت كله ويقدر يتحرك من خلاله من خلال منظومه متصله متكامله. اللي كان لازم يتعمل له بروجرامينج. البروجرامينج طبعا هي دي الاكتيفيتيز اللي تم حصرها، ده طبعا كان بالتعاون مع الامانه بتاعتي اللي كانت بتتيح لنا برضو بعض الدراسات الخاصه بالمؤمرة ريجوليشن، زي ما الدكتور وائل طبعا استاذنا عارف في السعوديه لازم الشغل كله يبقى تبع المؤمرة. ابتدينا نحط قائمه ايه الفاسيليتيشن او البروجرام دوت، ونبتدي نحط الديفرنت بارك تايبولوجيز، مثلا زي الديستريكت بارك فيها ايه فيها ايه، الكلستر بارك يبقى فيها ايه، البوكيت بارك يبقى فيها ايه، بحيث نحاول نحقق البرنامج الوظيفي لكل ما عاصر دي. طبعا دي بقى خريطه بتوضح في الخرائط بتاعه اللاندسكيب اللي هعرضها انا كمان شويه، ده العناصر السوفت والهارد والفرنيتشر وكل العناصر اللي استخدمها. اول جزئيه كانت في المشروع اللي هو الستريت سكيب، طبعا احنا عملنا حيث في عندي ستريت سكيب زونز واضحه ومفيش تقاطع ابدا بين حركه المشاه وبين حركه الاليات. عمل الاليمنت لاين ان هو بحيث يبقى كل العناصر بتاعه اللاندسكيب والعناصر على خط واحد، بحيث يتيح مسارات مشاه لا تتقاطع مع الخدمات الموجوده سواء كانت هارد او سوفت او ايه او خلاف. الجزئيه الثانيه ان كان لازم اللاندسكيب يتحط واليوتيليتيز بحيث ما يبقاش بين عناصر اللاندسكيب والاندر جراوند يوتيليتي او الاباف جراوند يوتيليتي، يعني طبعا ده كان من المعايير الاساسيه اللي كانت في الستريت سكيب. من العناصر هانديكاب كونسيدريشنز زي ما اشرنا اليها في الكرايتيريا الاولانيه، دي العناصر اللي تم تطبيقها بالفعل في مسارات المشاه، وفين المناطق وفين ايه الوحدات اللي هي بتاعه كل الهانديكاب عشان اللي هم المكفوفين بصريا وعلشان متحدي الاعاقه والحركه لمبات والمسارات الهانديكاب. وكمان مش بس في المسارات، برضو في الباركس كل الاحتياجات بتاعه الهانديكاب سواء حتى في لعب الاطفال انتظار استا في الفرنيتشر بتاع اللاندسكيب كان لازم يبقى متراعي فيه جزئيه الهانديكاب. بعد كده انا هعرض بسرعه على التصميمات المختلفه لانماط المختلفه
اللي اتعمل ده كان اول اوبن سبيس ده زي المشروع. طبعا كان عنصر اساسي موضوع الاسلاميك زي ما قلنا الاسلاميك ايدنتيتي كانت دي نقطه اساسيه لازم نحاول نحققها في المشروع. وكمان استخدام الميه في نقاط محدده علشان احقق الووتر كونزرفيشن وبحقق ايه يبقى الحاجه في العنصر بتاعها المظبوط. الجزئيه الثانيه دي السب المشروع بتاع عباره عن زي مستطيل كبير زي ما احنا شايفينه كده. ده متقسم لبعض الاكتيفيتي دي ديستريكت بارك الاحتفال وهنا الفاميلي بارك وهنا الباتشلر بارك وهنا الزورليك موسك اللي احنا طبعا عارفين ان الجامع وان هو على المحور الرئيسي وجامع الجمعه بالذات ده نقطه اساسيه في شغل عنده يعتبر سوشيال ويعتبر ريليجيوس. طبعا هنا برضو السايت كان فيه تدرج من الدول اللي كانت طبعا زون. طبعا هم ليهم اعياد قوميه، الاعياد القوميه في احتفالات بيخرجوا فيها بشكل معين. فالبلازا كبيره وعندي افصلها عن الباشلر زون. الباشلر زون بباب وبعد كده تشيلدرن زون هنقعده وبعد كده الزون الاخير بتاع الجمعه مصر. الجزء بتاع الاحتفالات زي ما قلت لكم هنا انا بحاول برضو استخدم بعض الرموز اللي كانت مرة النمطية بتاعة الدمام علشان اعكس السوشيال كالتشر بتاعة المشروع. برضو ده استخدام طبعا شيدنج مشروع ده طبعا ده عشان الكلايمت اللي موجود في المملكة. طبعا ده نموذج للفاميلي بارك عن المناطق المظللة والعناصر لاندسكيب طبعا الشرف المحيط عشان خصوصية. ودي انماط من الجراوند كفر بألوانها المختلفة والنجيلة عشان يدي وسع اكبر وسع ممكن للمنطقة. يعني ان عشان اعظم اللاندسكيب واكد الجزئية بتاعت اللي هو الفيجوال بليسنج اللي احنا قلنا عليها قبل كده ان هو لسه في نقاط محددة والباقي انا فاتح زي فيوز عشان يتم التمتع باللاندسكيب ده. الجزء بتاع باتشلر باركس وهو مينلي بيبقى مفيد لمناطق لعب الشباب اللي هم طبعا ممكن الالعاب المختلفه اللي موجوده وكمان المناطق المظلله ومناطق حوالين المنطقه. بعض النوع تاني الحدائق اللي استخدمت اللي هو الديستريكت بارك وده موجود في النقطتين دول من الماستر بلان. وطبعا هو شكل الموقع كان بالشكل ده عاملين انتجريشن بين التقسيم الاراضي والمناطق المصممه المفتوحه بحيث نحقق التكامل اللي هو سبق ان احنا الديستريكت بارك دي متقسمه برضو لمجموعه من الزونز، اثنين زون فاميلي زون واثنين باشلر زون وجزء للتشيلدرن بلاي جراوند وتشاردو جاذرنج بلازا موجوده في اول البارك. ده هنا بعرض زوم على شكل الديستريكت بارك الجزء بتاع تشيلدرن بلايز اريا سكيتنج اريا عشان التزحلق وكده او الفئات العمريه الاصغر شويه بيبقى ليهم انماط العاب مختلفه. طبعا كل ده مع وجود مناطق مزلله للجرونج معمول بالنباتات في المناطق اللي انا هستخدمها. طبعا وجود الفاسيلتي في مكان في السايت بحيث يبقى في تكامل بين الفاسيليتيشن واللاندسكيب. طبعا ده جزء ثاني لنموذج ثاني من الفاميلي بارك. طبعا الفاميلي بارك هنا برضو بنحط اعداد معينه وانتشار المناطق الخاصه وشكل اللاندسكيب. طبعا هنا زي ما احنا شايفين طبعا اللاندسكيب متوزع في نقاط محدده علشان يبقى في نقاط معينه عايزين ناكدها. وكمان كان في تكامل بين عناصر الهارد والسوفت بحيث ان ما تبقاش الاريات بتاعه الهارد او اريات السوفت كتيره
فكان لازم السوفت علشان يبقى طبعا ده مناسب سواء للاكتيفيتي اللي هتتم او حالي. طبعا انتشار التنسايل ستراكشر او تنت ستراكشر عشان المناخ بتاع اقليم المملكه. دي جزئيه مهمه جدا استخدمناها في المشروع دوت. دي حاجه اسمها الايكولوجي. احنا في التحليل بتاع الجريدنج بتاع السايت دوت كان اوطى نقطتين في السايت اقل نقطه انخفاضا في الجريدنج كان هما الاطراف اللي موجوده هنا. واقتراح ان احنا نجمع الستورم ووتر، يعني الستورم ووتر في السايت رايح للبحيره دي ورايح للبحيره دي، وهنعمل بحيرتين ضخمين جدا الستورم ووتر ونستخدمه لعمل ايكولوجيكال بوند هنزرعها بالمنجروف. طبعا المايه دي عشان طبيعه الارض مالحه، الخصائص اللي كانت موجوده في الدمام في النباتات هناك، هو النباتات هم بيسموها بالاسم المحلي القرم او المنجروف. المنجروف دوت بيدعم الدمام سواء من جامعه الامام، من جامعه الملك فهد، او من ارامكو علشان يتزرع بكثافه. اقترحنا ان تكون الايكولوجيكال بوند دي عباره عن منجروف بوند. المايه بتاعه الستورم ووتر هتتجمع زي البروسيس بتاعه تجميعها وهيتزرع بشجر المنجروف، ويبقى بالتالي انا عملت حاجه مشتركه ان انا قدرت خلص من الميه بتاعه الستورم ووتر، وفي نفس الوقت اعمل ريكريشنال بارك معتمده على الميه المالحه اللي موجوده، فيبقى ايكونومي اللي مناسب جدا. وكمان المنجروف يقدر يديني، بقدر اعمل عليه انشطه كتيره جدا. كانت البروسيس كانت بتتم كالاتي: ان الستورم ووتر فلو بيجي بيعدي فلتريشن وسيدمنتيشن قبل ما يتخش المية على المناطق بتاعة البحيرات اللي هي اتعملت بسلوب معين، بحيث هنشوف دلوقتي في القطاعات ان هو المية ليها منسوب لما بتتملي بالستورم ووتر. البحيرات دي معمولة محفورة في الارض الطبيعية من غير اي فينش، بحيث ان المية تقرب لطبقات التربة من خلال الانفلتريشن، بس احنا كنا بنحافظ على ريكرييشن ليفل ارتفاعه ما يزيدش عن متر، بحيث في القطاع كده. ده شكل شجر المنجروف بالجذور الهوائيه بتاعته اللي موجوده، وده كان بيسمح لي ان انا ممكن اربي سمك او اعمل مزارع اللي هو الشريمب او الجمبري بالمناطق دي كلها. ودي القطاعات الثانيه اللي كانت على جوانب البحيره، بحيث احاول احقق فيها القيم الجماليه المختلفه سواء كان من زراعات او من شلالات او من دي. طبعا نماذج تانية، ده كان النيبر هود باركس. برضو موضوع الجامع هو عنصر اساسي في التكوين، الجزء بتاع التكوينات المختلفة عشان الخصوصية بتاع العائلات. ده المناطق طبعا المحسوبة بتاعت عدد باركينج للسيارات المناسب للمكان. هنا برضو ده زوم على المناطق المظللة اللي موجودة بكثافة، طبعا لأن المناخ في السعودية هو بيستدعي ده. التنس هنا كانت موجودة عشان الخصوصية، وفي نفس الوقت عشان تديني قصة الشيدينج المطلوب. جزء طبعا الباتشلرز طبعا بالملاعب المختلفة بالتدرجات الثاني، طبعا ده كلاستر بارك تاني برضو نفس البرنسبلز اللي تم استخدامها في العناصر السابقه. الاوبن سبيسز هنا بقى القصه اللي انا اتكلمت عليها قبل كده، اللي هو الزيرو سكيب برنسبلز، اللي هو الاريد لاند سكيب زي الصحراوي اللي هو النباتات في نقاط محدده، والباقي انا بستخدم هارد سكيب مع تكامل من بعض المناطق من الجراوند كفر بالوان مختلفه. دي امثله طبعا للقصص بتاعه الاريد لاند سكيب ده، لان لاند سكيب هنا النباتات في نقاط محدده. الثاني بتاع الاوبن سبيسز اللي هو المسارات الرئيسيه للحركه، المسارات الرئيسيه للحركه كان عليها ايهاب. احنا مستمتعين أيوة. جدا بالمحاضره بتاعت حضرتك، مستمتعين جدا بالمحاضره، بس بنستاذن حضرتك بس في الوقت عشان ندي فرصه للاسئله. فيعني انا هاجمل بسرعه، لكن احنا مستمتعين جدا
جدا مش عايزين تخلص الوقت بس للاسف يعني. اتفضلي دقيقتين انا هعرض بسرعه. ده الجزء بتاع الويند بريك اللي كان محيط بالسايت، ودي المعايير، دي المعايير اللي كان بتاع السوفت سكيب، فكان لازم يتحقق فيه الافيلابيلتي ان ريجون والدراوت تولرنت والسلانتي تولرنت. دي كانت نقطه مهمه جدا. فطبعا اتعمل جداول للنباتات دي سبيشيز، وجداول ثانيه للنباتات اللي هي السلانتي تولرنت، تمام. وبعد كده تم عرض النباتات اللي هي تجمع بين الدي والاس اللي هو الدراوت والسلانتي، اتقسمت شجر ونخيل، شجيرات وجراوند كفر وكلايمبرز وبام لايكس وكاكتي اند سكلنس، الهارس المعايير الافيلابيلتي ان ذا ريجن والديورابيلتي والكوست افيشنسي. طبعا دي نماذج للهارد اللي كان موجود، الهارد سكيب باليت، واي فايندينج اللي استخدم، اللايتنج فيتشر اللي تم استخدامه في المشروع كله. دي اخر جزئيه في المشروع. دي المشروع كله كان بيتم من خلال البلاننج اوكشن اللي هي دي البروسيس الاساسيه بتاعه المشروع. كل زون فيها ايه، ايه العناصر السستينابيليتي اللي كانت بتطبق فيها علشان ادريشن ثرو ذا بروجكت لايف سايكل. ثانك يو. شكرا شكرا دكتور ايهاب، سعدنا جدا بمحاضره حضرتك وبمحاضرات الزملاء الاعلى. المحاضرات يعني ما شاء الله متكامله، يعني متكامله للسستينابيليتي واللانسيبي وشعوب متنوعه، دول مختلفه وابروتشز مختلفه كلها تتكامل مع بعض الحقيقه. فاحنا هنعمل يعني اسئلتهم ايه. كان جالنا سؤال الاول عن البرامج المستخدمه في اعداد عرض نادي البحيره، تمام. الفيديو اللي حضرتك عرضته دكتور ماجد كان فيه سؤال عن البرامج المستخدمه، هل هي يعني برامج محدده؟ فلو حضرتك تدينا نبذه عنها، وحسسنا حضرتك هعرض السؤال الثاني عشان برضو نتلقى رد حضرتك والدكتور مهندس يزن عن السؤال ده، هو عن توحيد مصطلحات اللاندسكيب في الوطن العربي زي تنسيق المواقع عمارة اللاندسكيب. فندي لحضرتك فرصه للرد يا دكتور ماجد، ونسمع بقيه الزملاء بعد كده بالترتيب، المهندس يزن ثم دكتور ايهاب. برامج اللي كانت مستخدمه، احنا كان الموديلنج بالسكتش اب والريندرنج نفسه باللوميون والانيميشن باللوميون، هو برنامج لوميون لان هو قدراته في البرزنتيشنز اصبحت اسهل واعلى من 3 دي ماكس. ده برنامج لوميون. بالنسبه للسؤال الثاني، فكره توحيد المصطلحات، برضو مش هقدر اقول رد محدد بصراحه، لان احنا تعريفات اللاندسكيب ممكن تكون مختلفه. يمكن انا برضو مش هقدر اقول ان انا، لكن انا بتكلم على الايربن سبيسز اكتر، فيمكن السؤال ده اتركه طبعا للايه، للمهندس يزن او الدكتور ايهاب، هيكون هم اكثر ايه تفصيلا فيه. تمام، طيب نسمع للبشمهندس يزن برضو مداخله حضرتك بخصوص توحيد مصطلحات اللاندسكيب في الدول العربيه، وده فعلا موضوع مهم قد يحتاج سيشن لوحدها، لكن ناخد راي حضراتكم في عجاله ردا على السؤال. اتفضل يا باشمهندس يزن. دكتور وائل. ايوه يا فندم. انا حاليا هو اللي يجاوب على السؤال ده. احنا نسعد جدا بالدكتور كامل، انا الحقيقه يعني عرفت ان هو موجود، ويعني الدكتور كامل يعني معماري عالمي. دكتور حضراتكم يعني طبعا اكيد يمكن تسمعوا عنه، هو معماري عالمي وسياسي بارز ومؤلف عظيم وفنان، ويعني حاجه جميله جدا يعني دكتور كامل بي. اتفضل يا فندم. اولا اسعد الله اوقاتكم جميعا. انا معماري لكن تخصص باللاندسكيب اركيتكتشر سوسايتي لاندسكيب اركيتكتشر، صار لي 30 سنه بمارس اللاندسكيب اركيتكتشر از ا بروفيشنال از ا ديزاينر. ما شاء الله. لاندسكيب اركيتكتشر في العالم
العربي المواقع المماريه ليست بالتنسيق وليست هندسه مناظر طبيعيه. اتش ديزايننج علم وفن تصميم الفراغات الخارجي الانسان وظيفيا وجماليا، وهي جزء لا يتجزا من العماره. لكن مع الاسف انا بدي احكي دقيقه ونص او دقيقتين، لا نملك هذا التخصص بالعالم العربي لا في كلياتنا ولا في تخصصاتنا، واحنا وي ار جاك اوف اول تريدز ماستر اوف نون. نصمم مستشفيات ونصمم بيوت ونصمم مطارات ونصمم ايربان سبيس، لا نملك سبيشالتي الا في دوله او اثنين يمكن عملوا لاندسكيب اركتكتشر. لكن أنا بدي أحكي عن المحاضرات اللي أنتوا حكيتوها. المهم في التسمية أن العمل مع هندسة الأرض سايت جريدنج بوزيشن لتتناغم وتحكي قصة العمارة ما بين المباني والفراغات. وهناك بعض المعماريين في العالم العربي وبعض المكاتب الاستشارية أجادت في ذلك، وأرجو أن تستمر سلسلة هذه المحاضرة بالتعريف على مفهوم لاندسكيب اركيتكتشر اللي هو عباره عن سوفت والهارد، هارد لاندسكيب ديزاين، فيونا اند فلورا. اللي شفت احد الاسئله وات از ذا فيونا اند فلورا، اف يو دونت نو ذا فلورا، اذا لم تعرف نباتاتك ولا عند انفايرمنتال ساينسز يو كان نوت بي ا لاندسكيب اركيتكت، وتصير نجيله وزريعه وكل نباتات. اند ذس از نوت، مع العلمينات عشرينات ثلاثينات أربعينات امتلكت من أفضل حدائق العالم العربي والمتوسط، حتى حدائق الحيوانات علم بذاته ديزني لاند، كل هذه الريكرييشنال فاسيليتي والفراغات. وفي وقت الكورونا هنا يثبت ما هو اللاندسكيب بارك. لكن معماري جيد، في ناس كثير بيقولوا لي ليش انت لاندسكيب اركيتكت، شو عملت لك؟ It made me a better architect. Period. ألفت 7 كتب، Quest for Quality Architecture بالأردن والشرق الأوسط في العالم العربي. لكن لدينا مجموعة قليلة من اللاندسكيب اركيتكت بدأوا يظهروا كشباب جدد. أنا تعامل هريستين وبعض من الشباب اللي اشتغلوا حدائق الأزهر عندكم في مصر، عبارة عن the cream of the crop of the Arab landscape designs. انسوا الآن، لكن في شباب ومميزين من المعماريين المصريين. بس لازم تعرفوا أنه landscape architecture is botany, it's psychology, the science of the flora and the science of the fauna. It is a totality of environmental skills. احنا المعماريين الآن في مكاتبنا نحتاج إلى تخصص ونتعامل مع الأربن سبيس كيب. بس أنا I should commend you أخواني الأفاضل كلكم، قدمتوا مع بأول محاضر تحدث بطريقة جميلة مشاريع، وكمان المحاضر الثاني يزن شهادتي مشكوكة فيه، لكن المحاضر الأخير تحدث عن الديستريكس وعن أنواع الباركس وتحدث عن مجموعة It's the science and art of designing spaces for human beings. وهذا احنا عندنا فيتال ميستيك في بعالمنا العربي او بالعربي شوي او اللي مش متقدم كما يسمون. لكن اشكركم على اتاحه هذه الفرصه لي للمداخله، وفي اي فرصه مستعدين نعمل جوينت مطول عن what is landscape architecture. انا صممت مع مجموعاتي حوالي 1000 مشروع في حوض المتوسط من مصر لازليج، لكن المكان هو الآن في العالم العربي معظم وخصوصا في الخليج والسعودية للإكسباتس للفورن لاندسكيب باركس they took the ball and they ran with it. وإحنا إنا فرص قليلة، بس هو جولدن فيلد ويثري المسيرة المعمارية. حياكم الله، حيا مصر، سلام منكم، سلام عليكم يا جند مصر أينما كنتم وجند العالم العربي. نفتخر بأننا نجيد اللغة معكم ونتحدث الفن والموسيقى الجدية وقصص نجيب محفوظ ويوسف السباعي و و و و إلى آخره. القائمة تطول عندما نتحدث عن مصر. أنا لا أجامل، أنا أتحدث
هدف من علم العالم العربي الا وهي مصر. حماكم الله. بارك الله في حضرتك. احنا سعداء جدا بمداخله حضرتك الجميله دي، وشرف لينا في المداخله دي، وان شاء الله ننسق مع حضرتك يعني سيشن اخر يعني نستعرض فيه برضو مشروعات حضرتك الجميله ونستكمل موضوعات اللاندسكيب، افاق كتيره ليها فعلا المشكلات بالفعل موجوده في العالم العربي، لكن بمجهودات حضراتكم والزملاء جميعا ان شاء الله نتغلب عليها. تمام. طيب دكتور ايهاب، بتحب حضرتك تضيف شيء بخصوص المصطلحات؟ اتفضل يا فندم. او باشمهندس ياسر الاول، تحب حضرتك تضيف شيء؟ اكيد لا. اتفضل يا دكتور ايهاب. الجزئيه دي طبعا انا كنت تعرضت لها في وانا بتكلم في استاذ الدكتوراه بتاعتي لموضوع اللاندسكيب، وعرضت جبته الموضوع من كل السبيشاليستس اللي ترجموا المصطلح، سواء كانت المدن الحدائقيه، سواء كان يعني استعرضتهم واحد واحد، واستعرضت هو التعريف بتاع الامريكان سوسايتي اوف لاندسكيب اركتكت اللي هو اللي زي ما المهندس دلوقتي اشار اليه، ان هو المفهوم الكومبرهنسيف بتاع اللاندسكيب، وابتدينا اللغه العربيه انسب كلام من مفاهيم اللغه لترجمه المصطلح دوت. فاللي ترجح عندي ان اللاندسكيب هو ترجمه، هو تنسيق المواقع، لان التنسيق في اللغه هو ترتيب الحاجات الكثيره المختلفه اللي فيبقى اذا اللاندسكيب. يعني انا حتى حصل لي يعني لما كنا حتى في السعوديه كانوا بيترجموها المناظر، مش عارف المناظر المفتوحه او ايه، فانا كنت مدير المناظر المفتوحه، قلت لها بنتي في حاجه اسمها كده؟ مفيش حاجه اسمها كده في الواقع، انا مش مدير المناظر الطبيعيه. كانت هي مترجمه المناظر الطبيعيه لان في القاموس هي كده. وفي جزئيه ثانيه، انا كان في مقال كنت انا نشرته لاندسكيب ماجازين، دي مجله متخصصه بتطلع في دبي سنه 2007 لما كنت بشتغل هناك، مقال عن what does landscape mean، هو ايه مفهوم اللاندسكيب، في للمفهوم التفصيلي بتاع الامريكان سوسايتي اوف لاندسكيب اركتكت بالعناصر المتكامله بتاعه اللاندسكيب، لان فعلا زي الزملاء كله ضعيف جدا، وناس كتيره فاهمه ان هو شويه لون اخضر بنجيبهم او شويه جنايني بيزرع لنا البتاعه وخلصت على كده. الموضوع معقد جدا، فانا ممكن يعني المقصود وللجزئيات اللي انتوا عايزينها في الفيسبوك. جميل جدا يا دكتور ايهاب، متشكرين جدا. انا بس عايز الفت نظر حضرات الساده المشاركين ان في هيبقى الفورم ده خاص باصدار الشهادات عشان ترسل الشهادات الحضور الجلسه الجميله دي لحضراتكم. وفي الاخر برضو هيبقى في الله وناخد زي صورة جماعية كده تبقى برضو ذكرى جميلة، دي دايما يعني حاجة برضو الشركة دايما بتعملها. طيب نكمل الأسئلة. طبعا ما شاء الله عندنا أسئلة كتير. سؤال بخصوص المشروعات اللي هي بتاعت نقابة المهندسين، الأندية نقابة المهندسين، هل كان في جانب sustainability الكلاينتس كان يعني مدى تفاعلهم مع العناصر دي ايه؟ فدكتور ماجد نستاذن حضرتك على الاجابه على السؤال ده. هو عناصر دي كانت مسابقات معماريه، في مرحله المسابقه احنا يمكن كنا نضيف بعض العناصر، لكن ما اتاحتش لينا ان احنا يعني نكمل المشروعات بشكل مع انها في البدايه كافكار لانها بتدخل معانا في التصميم، يعني القرارات التصميميه من بدايه المشروع هي بتعتمد على السستينابيليتي. يمكن احنا بدأنا ناخد بعض القرارات لكن ما كانش عندنا او ما حطناش بدايات مثلا للريوز للووتر مثلا elements، او ان انا عندي مثلا بعض الاجزاء اللي علاقة بالطاقة الشمسية، او في بعض الاجزاء اللي علاقة بالانفيرومنت. مرحلة الconceptual كلها مراحل الconceptual او كفكرة للمسابقة، ويليها مراحل بنكمل بها، والكلاينتس ما كانوش يمكن بيدعموا ده قوي في الاول، لان بعتقد حتى وكانوا بيسموها تخطيط النادي، يعني اكتر من انه هو احنا بنتكلم على عناصر للديزاين او للاربن سبيس. تمام يا دكتور ماجد، الف
شكرا. بخصوص السلايدز يعني هل حضرتك ممكن تشير السلايدز معانا العرض الجميل بتاع حضرتك؟ وبرضو يعني انا اعتقد السؤال ده هيبقى سؤال عام للزملاء ماجد والمهندس يزن، لو امكنكم برضو الجميله اللي حضرتكم عرضتوها يبقى يعني في مزيد من الاستفاده للزملاء هنا وللزميل. طبعا احنا اللقاء بيبث لايف على الفيسبوك ويعني في متابعين كتير ليه، فيعني لو في امكانيه يبقى شاكرين جدا لحضراتكم. هذا في سؤال تاني للمهندس يزن بيتكلم عن في المشروعات اللي حضرتك عرضتها في الولايات المتحده الامريكيه عن الديزاين التليفونه، هو بيعمل منشنينج للبيردز للطيور، يعني ان حضرتك اشرت يمكن للامر ده وطبعا الدكتور كامل اشار برضو للامر ده، لكن لو حضرتك تحب تدينا اضافه بالمشروعات اللي حضرتك عرضتها. انا هتكلم بشكل سريع. انا ابتديت تقريبا بال 2014 ادخل لفيونا اوف كورس. اهميه انه انت لما بتصمم مشروع المشروع له بصمه لازم يكون، لانه انا بعتبر اللاندسكيب اركيتكتشر هي لوحه مسحوسه في ساضم البيئي المتكامله. فاحنا ما بنحكي بس احنا بنصمم للانسان، احنا بنصمم زي ما انا حكيت اذا تابعوني من اول اللقاء النباتات اللي ونفس الشيء الطيور او اسراب الطيور اللي بتمر على هاي المدينه. How can I attract هالطيور؟ على صار يصير عندي كاملة. حتى الانسكتس والحشرات كل هذا الاشي اللي احنا طبعا في ناس كثير بتقول لك لا انا مش عايزهم، انا عايز يعني اشيلهم. طبعا انت ممكن تشيل الناموس او البعوض او whatever لما تستخدم اللي انت بتعرف الفانكشنز والوظيفه تبعتهم، شو الهدف منهم. لكل نبات له كمان له رمز، النبات له رموز. يعني الحضارة المصرية زي ما أنتم بتعرفوا القديمة استخدمت النباتات وإلها رموزها، ونفس الإشي. فإحنا دائما بنحاول أنا في كل مدينة أنا وفريق ندرس أسراب الطيور. زي ما أنتم بتعرفوا في ناس بتبحث في علم الطيور وبتعمل ريكوردينج للطيور اللي بتمر على المدينة أو المكان. فأنا I use all of this data في الدراسة، لأنه في الباركس one of the parks في نيويورك، لما أنا اشتغلت في نيويورك مع سورن بيرسون في الهايلاين بارك أو سنترال بارك أو في مناطق بس فيها طيور، مما بيأدي بيخلق لك فانكشن جديدة للناس إنه تيجي وتشوف هاي الطيور. تمام؟ حتى بتصير مسابقات كبيرة في أمريكا وفي العالم، يعني الطيور بيشوف بيعملوا ريكوردينج للطيور اللي موجودة. هذا اللي أنا كان قصدي فيه، لأنه أنت لما نحكي sustainability وبالإيكولوجيكال بارك بس حتة واحدة، يعني ما بناخذ في المشروع حتة واحدة بس بنجمع مية ومنفلترها بس. وأنا مبسوط كمان من الدكتور إيهاب، يعني الدكتور إيهاب عرض ديتيل علاقة بالإيكولوجي رهيبة، حتى الإيكولوجيكال بونز والشغلات هاي. هذه يعني إحنا عندنا المفهوم اللاندسكيب إشي بسيط في العالم، لما ندخل in detail نعرف قديش كمية هذا العلم وقديش هو كبير. تمام. هذا اللي يعني. تمام. في سؤال لحضرتك برضو باشمهندس يزن، ناخد الصورة الجماعية إن شاء الله ونكمل الدور. تفضل تفضل دكتور إيهاب. بالنسبة لجزئية الفلورا عن مصر زي ما الدكاترة أفضل عارفين فيها تنوع بيولوجي غير طبيعي. ففي من الدكاترة اللي كانوا صنفوا في مصر في دي كانت عاملة كتاب اسمه Plants Flora of Egypt، مجمعة فيه كل النباتات البيئية اللي موجودة في مصر ومقسماهم على أقاليم مصر. وسيدة الأرمان حديقة الأرمان لما اتعملت هي كانت أساساً مشرفة على حديقة الأرمان، كان فيها أكثر من حوالي 30 ألف نوع من النباتات كان جمعهم في خديوي إسماعيل، وكان هو أبو اللاندسكيب في مصر. يعني خديوي إسماعيل هو اللي جمع النباتات المختلفة من كل العالم. بس طبعاً للأسف أنا ده كان مشروع، لأن أنا شغال في إنسايكلوبيديا بالنباتات خاصة أنا شغال فيها بقالي بتاع حوالي 20 سنة مع يعني بقالي فيها فترة قطع فيها شوط كبير جداً، جزء منها منشور على الصفحة بتاعتي.
يتعمل لها مشروع قومي، وانا سبق وكنت اتقدمت بيه قبل كده بس مش لاقي حد يساعدني فيه من الجهات لا الحكوميه ولا الافراد. جنينه الاورمان دي ثروه، يعني تنوع نباتي وطبعا طيور، لان طبعا من عناصر طبعا اللاندسكيب اللي هو هاو تو اتراكت بيردز، طبعا دي جزئيه هامه جدا. فحديقه من على المنصه دي بقول لو حد عايز يشاركني في المشروع دوت نعمله كمشروع قومي، انا متصور ان هو سبق حضاري وثقافي وحاجه فاليو لمصر ترجعنا. يسعدنا يا دكتور ايهاب، يسعدنا نشارك مع حضرتك، ويعني شاكرين جدا لاهتمام حضرتك ده، وان شاء الله يبقى في تواصل بيننا وبين الزملاء كلهم، يعني الزملاء في الشركات الراعيه تشوف الموضوع ده. طيب أسئلة، بس احنا بس في عجالة في سؤالين. سؤال لحضرتك إيهاب، بما ان حضرتك معنا في المداخلة عشان الوقت، سريع جدا من حضرتك الصوت، ما سمعتش السؤال. طيب السؤال للزميل الفاضل بيقول لاحظ ان حضرتك ركزت على ماذا عن الجانب الاقتصادي والاجتماعي في المشروع اللي حضرتك ذكرته في الدمام؟ ممتاز. لا طبعا احنا لما على الجزء الاقتصادي قلنا ان هو لان انجح الوظائف هي اللي بتوفر اقتصاديا، وطبعا انا اشرت لكذا نقطه طبعا، بس طبعا ما اقدرش اعرض كل الجوانب. يعني العناصر الهاردسكيب او العناصر السوفتسكيب، الحاجات الموجوده هي اللي انا بشتغل بيها. الحاجات مش بجيب حاجه، مش باكسبورت حاجه من بره بتكلفني تكلفه الاضافه لعناصر ثانيه في توظيف الاليمنتس بتاعت اللاندسكيب، بحيث ان انا اتاكد من انها ايكونوميكالي انا غطيت ده الجزئيه، فهيبقى ناقص الجزء السوشيال، وده اتغطى. الجزء السوشيال اتغطى طبعا في الدراسه الدراسات اللي اتعملت ومحاولة ديزاين ان هو يتعمل. السايكل بتاعت اللاندسكيب بتاعت السستينابيليتي الانفيرومنتال، يعني الصوت وقف عند دكتور ايهاب. مش دكتور ايهاب، بنشكر حضرتك جدا، ويبقى الجزئيه دي متغطيه، والسستينابيليتي طبعا بجوانبها الثلاثه اكيد متغطيه. طيب سريع بقى للمهندس يزن، السؤال بيقول هل حضرتك بتنصح الكلاينتس بان هم ياخدوا سيرتيفيكيشن من بالليد مشروعات بتاعت حضرتك، ولا يعني حضرتك شايف ان الليد يعني مش حاجه ضروريه؟ كانت الولايات المتحده. بس انا خليني، مش انا اللي بسألك، يعني مش احنا اللي بنسعى اللي ده، يعني كانت الشركه ديزاين ورك شوب بتسعى للكلامات حتى في سوير اند بيرس، تمام، تشتغل في الليد او بالستاندردز اللي بحطوهم او بالتيستس اللي بحطوهم. انت بتشوف الستاندردز دي بتشوف يعني ممكن تصميم، اما بالاخير انا بالنسبه لي المشاريع كلها اللي بصممها انا والتيمز تبعتها بعتبرها عباره عن تيست، لانه بالاخير الناس اللي بتحقق المسابقات الحقيقه بجد لما تكون اي بي اي، لما تكون اس ال اي، مش بتاعه الجمع فلوس وشويه هاد، خلينا نكون صريحين. فالاي بي اي او الاي اي اي بيكون دائما فيه، لانه بدوك فند وحتعمل المشروع. المشاريع كل اللي شفتوها دي اتعمل، مش يعني انه فازت وخلاص واخذنا 20 او 100. فدي الحته. بس طبعا الكلاينت مهما كان، ان كان بتصمم فيلا او بتصمم اي مشروع، انت بتقنع الكلاينت بالسستينابيلتي، هنا بتيجي شطارتك. تمام يا باشمهندس. سؤال بقى ان يكون مسك الختام، لو كان دكتور كامل جنب حضرتك كده السؤال الاخير قبل ما ناخد الصوره، موجود مع حضرتك؟ مش موجود. طب يبقى حضرتك تجاوب لنا عليه، هل صعب التحول من دراسه العماره الى العمل في ابدا حضرتك؟ ابدا. ده زي
اللاندسكيب جزء من التخصص الأشمل للعمارة. أتمنى إنه يصير تخصصات كبيرة، يعني تصير جامعاتنا تعطي شوية مواد أكثر في اللاندسكيب. إحنا عندنا في الجامعة الأردنية الآن في تخصص كامل تحت كلية الزراعة. جميل. فأنت ممكن طبعاً في ناس كتير بعدين درست زملائي بالماسترز، وأنا درست ناس حولوا من كمبيوتر ساينس وماسترز و و و لتخصص اللاندسكيب. تمام، أشكر الدكتور ماجد والدكتور إيهاب، والحقيقة في يمكن بعض أسئلة إضافية بس الوقت مش هيسمح بأكتر من كده عشان ناخد الصورة الجماعية، فبنستأذن حضرتكم تفتحوا وناخد صورة جماعية، ثم حضراتكم مشكورين تملوا الفورم علشان الشهادات. برضو احنا حريصين ان يعني تبقى فيه توثيق جميل للمحاضرة دي بشهادات. تمام، خلاص كده دكتور احمد الزملاء فاتحين الكاميرات كلهم، اتفضل بقى حضرتك يا شباب افتحوا الكاميرات. فريق ارك سبيس وبيم اريبيا، حضراتكم افتحوا الكاميرات. تمام عشان هنبدا ناخد الصور، هم الفريق بياخدوا الصور. تمام، انا عندي الجريد، اعملوها جريد يا محمد انت وعمر. تمام، والمهندس محمد. تمام، لا وفي زملاء كتير حبيكم يعني، بس يعني معلش الوقت النهارده، ونوعدكم ونطلب من اساتذتنا ان احنا نكرر الايفنت يعني ونعمل له راوند تاني عشان في ودكتور ماجد في اسئله كتير لحضرتك يا دكتور ماجد. كامل يا ريت يشرفنا برضو بعد كده الدكتور كامل ان شاء الله برضو في المحاضره اللي جايه نسعى. طبعا استاذنا ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله رابط الشهادات موجود دلوقتي هتتحط، يا ريت برضو حضراتكم بعد الصوره الجماعيه تملوا الفورم. تمام، والمهندس يزن نزل الكتب، واي حد من المحاضرين هيحب يضيف لحضراتكم اي حاجه هيكتبها على الشات وهينزل لكم الداتا، والشانل بتاع اليوتيوب هتنزل. المهندس عمر سليم المستضيفنا الدائم بم اريبيا يعني نشكرهم دايمتهم وبنزنقهم دايما في الوقت، ونشكر حضراتكم ويعني عذرا لان هم عندهم بم اريبيا محاضره بعدنا وندوه بعدنا، فاحنا يعني ايه يعني مفيش ما اقدرش اعمل اكتر من ان انا اشكر حضراتكم دكتور وائل دكتور ماجد مهندس يزن دكتور ايهاب، ونتمنى ان احنا نعمل راوند ثانيه لان الموضوع بيتكلم فيه كتير يعني. ان شاء الله نورتونا وشرفتونا وتعلمنا منكم الكثير يعني، ربنا يديكم الصحه والعافيه ويزيدكم يعني. احنا بنشكر حضراتكم على حسن التقدير الافاضل، وبنعتذر ان في بعض الاسئله ما لحقناش ان احنا نجاوب عليها او نسرها، لكن يعني ان شاء الله تبقى في السيشن القادمه باذن الله تعالى، وبنشكر حضراتكم باذن الله تعالى. شكرا يا فندم. ان شاء الله. شكرا. شكرا. ابدا ارحب بكم بقى، وشايف الدكتور أسام، دكتورة هيام، دكتور محمود يعني منورينا كلكم، ودكتور فرج، يعني أقول مين ولا مين، ما شاء الله العدد كبير. أرحب بحضراتكم جميعا يعني دكتور إسلام. أنا شايف دكتور إسلام ودكتور يعني ما لحقتش أرحب بحد يعني ما شاء الله. المهندس محمد صالح يعني في ماليزيا ما شاء الله جنبه لاندسكيب قوي جدا وراه الحمد لله. لا ده غير اللي بيشوف لايف على نستأذنكم ونورتونا جميعا وجزاكم الله خيرا، ونتمنى نكون يعني كانت محاضره كويسه، ويعني نراكم على خير عشان مجموعه دول لو كتب اللينك دلوقتي، اللينك حضراتكم افتحوا الفورم وبعتوه لنا بس، ولو في اي اسئله في الفورم اسئله وكومنت ممكن تبعتوها ونرد على حضراتكم. السلام عليكم. ان شاء الله. نشكركم جميعا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دكتور اسامه قنبر منورنا، يعني الزملاء كلهم مش عارفين يعني
ملأ فاضل، بنسعد بيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.